مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بالملايين، دي حلقة جديدة، حلقة أول الأسبوع من برنامج البيت الكبير. برحب بكل عشاق الأهلي وبرحب بالكابتن هاني رمزي في الأول. أهلا بيك يا كابتن. مساء الخير يا سام، أهلا بيكي طبعا، أهلاً بيك. وأهلا بكل المشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله هنكون معاكم إن شاء الله على مدار 3 ساعات، تغطية خاصة طبعا لكل الأحداث على الساحة الرياضية. هيكون معانا ضيوف من العيار الثقيل خلال طبعا حلقتنا. هيشرفنا طبعا الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوسي، والفقره الاخيره باذن الله هيكون معانا ضيفنا النجم الكبير صاحب البشره السمراء الكابتن شطه. لكن خلوني بس اتكلم على حاجه مهمه جدا، طبعا مباراه النادي الاهلي امبارح. انا هكلمكم بشخصيتين. الشخصيه الاولى اللي هو مشجع، انا مشجع من النادي الاهلي زعلان، وعمري ما هقول لكم ما تزعلوش، لا ازعل، انت بتحب الكيان وبتحب النادي الاهلي، ولو ما زعلتش ما تبقاش ابن النادي الاهلي او مشجع من النادي الاهلي، لكن عمرك ما تفقد الثقه في فرقتك. هو ده اللي بتكلم عليه، انك بتزعل، انك بتتضايق، انك دايما شايف النادي الاهلي هو مطالب بالمكسب، لكن عمرك ما تفقد الثقه لا في لعيبتك ولا في الاداره الفنيه ولا في مجلس ادارتك. مش هنقول مباراه وعدت، لكن دايما مباراه الاهلي والزمالك ما بتعديش، لكن هقول لك ان النادي الاهلي هو ان شاء الله متربع على القمه. النادي الاهلي ان شاء الله هو بطل الدوري. لسه بتكلم مع حد من الاصدقاء من الزملاء ورا الكاميرا قبل ما اخش، فبيقول لي يا كابتن انا خايف وقلقان. كلنا خايفين وقلقانين، لكن هو ده الخوف اللي بيولد النجم، هو ده الخوف اللي بيولد البطل. الجزء الثاني كلاعب، وكنت لعيب في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي محتاجاك دلوقتي، محتاجه الجماهير دلوقتي. انكد، ازعل، لكن عمرك ما تفقد الثقه. اللعيبه محتاجه لك، اللعيبه الفتره اللي جايه محتاجه لكل واحد فينا على مستوى المشجعين. ما عندناش اي مشكله، وانا بتكلم كلاعب، انك تنتقد، ما عندناش اي مشكله انك تقول النهارده كنت وحش، ما عندناش اي مشكله سهام خالص ان الناس تنتقدنا، لكن المهم جدا انك في الحاله ديت لازم تدي الثقه للعيبه، لان اللي جاي اهم. اللي جاي اهم على مستوى الدوري، اللي جاي اهم على مستوى بطوله افريقيا اللي كلنا مستنيينها وكلنا بنحلم بيها. فده النادي الاهلي، ان جماهيره بتزعل من الخساره اللي احنا متربيين على كده، لكن عمرها يعني باللغه البلدي كده عمرنا ما هنضرب كرسي في الكلوب ونقول لا ده اللعيبه وحشه وما بتنفعش ومشي دوت، والاداره الفنيه لا ما تنفعش، لا، مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي ليه ثوابت، النادي الاهلي هو صاحب البطولات والانجازات بيكوا انتوا، بجماهير النادي الاهلي. فرساله ليكوا بوجهها، انك ازعل، اتضايق، لان ده النادي الاهلي، لكن عمرك ما تفقد الثقه، بالعكس كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله باذن الله البطوله، ان شاء الله بطوله الدوري محسومه للنادي الاهلي باذن الله، وكمان البطوله الافريقيه. معلش يا سهام انا كان لازم اقول كده، لان امبارح كنت بتفرج على الماتش، لا احنا الاثنين كنت يعني يعني من جوايا كنت زعلان طبعا، لكن تاني يوم بحس لا يعني لا ده النادي الاهلي، ولازم ندي الثقه للاعيبتنا. يعني احنا الاثنين برنامج البيت الكبير طبعا زي ما حضراتكم عارفين او اتعودتوا خلاص، كنا اجازه امبارح، فبيت الكبير كان اجازه طبعا جمعه وسبت، وكلنا شفنا وتابعنا مباراة الأهلي والزمالك، والحقيقة احنا زعلانين ولينا حق، والجمهور اللي انت معوده ان انت تكون رقم واحد بالنسبة له، وان انت رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا، ليه حق انه يزعل قوي. مباراة حصلت، عندنا أخطاء، كلنا شفنا ده، ويمكن الكل اتكلم امبارح في المباراه، ال100 مليون اتكلموا. الاهلي ما كانش في مستواه، خسرنا مباراه مهمه، خسرنا، بس ما خسرناش بطوله زي ما كلنا مجتمعين على ده، لسه ما خسرناش فريق. عندنا اخطاء فنيه واضحه مش هنتكلم في تفاصيلها، لان زي ما قلت لحضراتكم كلنا شفناها، كل اتكلم في التفاصيل، كله اتكلم في تفاصيل فنيه. المهم ان احنا خلاص بنقفل الباب ده علينا دلوقتي، بنشتغل على تصحيح أخطائنا. خلاص مباراة القمة حصلت امبارح راح، واحنا يعني يمكن بنفكر دلوقتي في اللي جاي، وده اللي بيعمله الجهاز الفني للأهلي دلوقتي حالا واحنا بنكلم حضراتكم، وده حصل في مران النهاردة اللي خلص يمكن من شوية. الجهاز الفني كان مركز جدا من شوية على تصحيح الأخطاء اللي حصلت امبارح، وكان بيطالب اللعيبه ان هي تركز في المباريات اللي جايه. احنا بنواصل اكيد الانتصارات، انتصارات مستمره، هنكسب الدوري. ومش عايزه الحقيقه كلمه او نغمه ان الدوري محسوم، لا، الاهلي عمره ما فكر يمكن بالطريقه دي. الاهلي طول عمره بيلعب لاخر دقيقه لحد ما فارق النقاط بيكون اكبر من مجموع المباريات المتبقيه. الاهلي متصدر كالعاده وبفارق كبير جدا 17 نقطه، بس لازم نركز كمان في اللي جاي. ومباراه وادي دجله مهمه علشان نحسم اللقب بدري. عندنا بطوله افريقيا، لقب مهم جدا للاهلاويه ولينا، لازم نستعد علشان نحققه. الناس زعلانه بعد ماتش امبارح، انا زعلانه فعلا متضايقه فعلا، وده حقنا، حق الجمهور. انت مزعل الجمهور، مش يعني مش هنتحامل على اللعيبه، انت مزعل الجمهور عشان انتوا عودتونا على الانتصارات، معودنا على الانتصارات على طول، عودتونا انه الاهلي مش بيفكر غير في الفوز، حتى لو الظروف صعبه، حتى لو في غيابات، حتى لو في إصابات، حتى لو في كورونا. الكرة مكسب وخسارة، بس في الأهلي هدفنا إن احنا نكسب، مش هقول حاجة أكتر من كده. طبعاً بأيد كلامك جدا، وكمان ما انساش إن أقول مبروك لنادي الزمالك. ده طبعا أكيد لازم نقول هنا في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، مبروك لنادي الزمالك. قدم مباراه انا في اعتقادي في الشوط الاولاني بشكل جيد، كان عندنا بعض الاخطاء الفرديه، كان عندنا بعض الاخطاء في التشكيل، كل ده ممكن نتكلم فيه، كل ده نناقشه، لكن كان مهم جدا كمان ان احنا نبارك لنادي الزمالك على فوزه، وان شاء الله نتمنى التوفيق باذن الله الفتره اللي جايه. مستنيين يردوا على غضب الجماهير بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. لا طبعا خلي بالك، واحنا يعني بص، هو ده العشم بقى، ده العشم. احنا انت رقم واحد يا كابتن هاني، ده حقيقي، ده حقيقي. بس خلي بالك يعني انا كمان بقول في المقدمه، غضب الجماهير خلي بالك بيكون ده دافع للعيبه. اكيد غضب الجماهير ده بيكون حافز. انا كنت لعيب في الملعب وبحس بالجماهير وبحس بغضب الجماهير، ده بيكون دافع ليا. بفكر ان انا بشتغل في كيان كبير زي النادي الاهلي، بفكر ان القاعده الجماهيريه اللي ورايا مهمه جدا جدا ان انا ارضيها، لان هم بصراحه ما حدش في الجماهير بيأثر نهائي مع اي حد، فده بيدي دافع. لكن لما زي ما قلت لكم، لما الغضب ده بيزيد شويه وبيتقلب عدم ثقه وبيتقلب خوف، لا ده بيبقى هنا في وقفه. وبقول لكم ثقوا في اللعيبه، ثقوا في الاجهزه الفنيه الموجوده، ان شاء الله باذن الله زي ما النادي الاهلي عودكم باذن الله ان هو يعني مش هقول كبوه، لكن هقول مباراه. والنادي الاهلي زي ما قلت يا سامي بيقفل الملف دلوقتي، والجهاز الفني بيصحح الاخطاء. وقبل ما الجهاز الفني بيصحح الاخطاء خلي بالكم اللعيبه بتصحح لنفسها بعد المباراه على طول. كل واحد مع نفسه بيراجع نفسه كويس قوي، انا كنت ازاي كده، انا لازم اصلح من نفسي. فكل دوت ان شاء الله نقول دافع كويس قوي للاعيبتنا، دافع كويس قوي للجهاز الفني، انه ان شاء الله باذن الله يحسم بطوله الدوري من بدري، وان شاء الله الفوز بالبطوله الافريقيه باذن الله. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه مع الجونه ان شاء الله، مهمه، ويوم ده هيكون يوم الاربعاء اللي جاي. والحقيقه زي ما كابتن هاني قال، يمكن في يعني مش بس يعني اخطاء من قبل الفريق، في اخطاء كمان تانية سواء على مستوى التحكيم اللي عليه علامات استفهام، في حاجات كتيره جدا يمكن هنناقشها معاكم في الفقره الاولى مع ضيوف كابتن هاني. ولكن نبدا من الاهم والدور الكبير المهم اللي بيلعبه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكمسؤول في المقام الأول عن الكيان وعن أحلام الجماهير، جماهير النادي الأهلي، وضرورة أنه يكون له وقفة في الوقت ده، الحقيقة في الوقت الحالي مع اللعيبة مع الجهاز الفني. كابتن خطيب النهاردة كان العصر في جلسة مهمة جدا مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وكان في حضور ايضا لجنه التخطيط، علشان زي ما قلنا بنوقف في الفتره الحاليه على العديد من الامور المهمه اللي تخص فريقنا في المرحلتين الحاليه وايضا القادمه، بوعي لاعب الكوره وباحساس الاب لكل اللعيبه. النهارده كابتن خطيب حرص انه ياكد على ثقه النادي في الجهاز الفني واللعيبه، وده اللي احنا بنقوله يا جماعه، احنا ما فقدناش الثقه فيكم، احنا عارفين ان انتوا هتعودوا عوده سريعه باذن الله لطريق الانتصارات، خاصه وانه الاهلي يعني خلاص مستنيه مواجهات قويه جدا سواء على الصعيد المحلي يوم الاربعاء زي ما قلنا، سواء على المستوى القاري. كابتن محمود الخطيب كمان ولجنه التخطيط للكوره حرصوا على مناقشه ريني فايلر في العديد من الامور الخاصه بفريق الكوره واللي حصل امبارح وارتباطاته في الفتره اللي جايه، واكد على ضروره طي صفحة لقاء القمة وان احنا نستعد بقوه خلاص للفتره اللي جايه. وايه هي التحديات اللي مستنيانا؟ اكيد في تحديات كتير جدا سواء على المستوى المحلي او القاري، برضو في البطولتين سواء الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا يا كابتن هاني. صحيح، ده اللي بنأكد عليه كمان النهارده. الكابتن محمود الخطيب رئيس طبعا مجلس اداره النادي الاهلي حرص على عقد جلسه كمان مع اللاعبين في حضور لجنه التخطيط للكره، وده قبل انطلاق المران النهارده، المران الجماعي للفريق اللي اقيم على ملعب استاد التتش. وزي ما بقول لكم يعني كمان على المستوى الحديث مع اللاعبين، كابتن الخطيب كمان زي ما احنا عارفين اسطوره كبيره جدا جدا، حديثه مع اللاعبين على ضروره يعني تقدير غضب الجماهير، وده اللي اتكلمنا فيه، وان لازم تكون رده فعل. وانا باكد ان رده الفعل ان شاء الله هتكون موجوده وانها هتكون ايجابيه وفي اسرع وقت ممكن، وتصحيح طبعا الاخطاء اللي حصلت والعوده تاني لطريق الانتصارات. وزي ما قلت لكم استكمال عندنا مشوارين، المشوار على المستوى المحلي بطوله الدوري، وكمان الاستعداد بكل جديه والتركيز لمباراتي طبعا الوداد المغربي في تصفيات نهائي بطوله افريقيا. وانا شايف ان يعني ممكن جدا جدا، وده انا حاسس بيه رغم حزني، لكن حاسس ان مباراه نادي الزمالك هتكون بمثابه الدافع القوي جدا جدا لحسم بطوله الدوري ان شاء الله بوقت قليل، والاستعداد بقوه والدخول على قبل النهائي وان شاء الله النهائي والفوز بالبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. طبعا كابتن محمود الخطيب كان في كلامه تشديد على انه لعيبه الاهلي بتقع عليهم مسؤوليه كبيره تجاه ناديهم زي ما احنا قلنا، وانه النادي الاهلي بيدعم منظومه الفريق علشان يحقق احلام وطموحات كل الاهلاويه، هو ده الهدف. تاكيدا على الكلام اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه من شويه، فالنهارده كابتن وائل جمعه، وائل جمعه ده واحد من الرموز يعني الكبيره الكبار، واحد من اللي حققوا بطولات غاليه جدا علينا، النهارده كان بيقول كلام مهم جدا على حسابه الرسمي زي ما حضراتكم شايفين على تويتر. النهارده قال انه او اكد يعني ان القلعه الحمراء ليها اهداف تختلف عن جميع الانديه، وانه النادي الاهلي بالرغم من خسارته القمه امبارح برضه مازال متربع على قمه مسابقه الدوري. وقال نصا كده، قال صباح الخير، دايما الاهلي تحت الضغط، لو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه وجميله تبقى ما تعرفش يعني ايه الاهلي، سواء مسؤول او لاعب او عامل او مشجع. قال كمان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه، الاهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطه، وشوف الناس زعلانه ازاي، هدفنا غير هدفكم خالص، اللي حصل امبارح بيفوقنا وبيصحينا للي جاي، وكلنا معاك يا اهلي. طبعا ده كلام لناس كتير قوي او رساله لناس كتير قوي، اللي بيفهم بقى يفهم ما بين السطور. انا عايز اركز يعني، عايز اركز، هو ده اللي بيفوقنا. ويمكن قبل حتى ما نقرا التويته بتاعت وائل جمعه، احساس اللعيب زي ما قلت لكم هو ده اللي بيفوقنا، ان ممكن جدا يكون في ماتش بنخسره خاصه ماتشات النادي الزمالك، هو ده اللي بيدينا الدافع للفتره اللي جايه ان شاء الله. لكن كمان من مباراه نادي الزمالك خرجنا النهارده بدرس كبير بيقدمه طبعا وليد سليمان لاعب طبعا النادي الاهلي. النهارده راح زار محمد عبد الشافي في مستشفى اللي اصيب بها طبعا الاصابه القويه اللي اتعرض ليها كابتن عبد الشافي في الكره الهوائيه المشتركه اللي كانت بينه وبين وليد سليمان. كان طبعا عبد الشافي النهارده قام بعمليه جراحيه لتثبيت عظمه الترقوه، وطبعا حرص وليد سليمان على الشد من أزر عبد الشافي وتحفيزه، خاصه انه هيغيب عن الملاعب لمده شهرين. فده اللي بنتكلم عليه، يعني بنتكلم على لسه امبارح والناس مشحونه والناس زعلانه جماهير النادي الاهلي، وطبعا جماهير نادي الزمالك فرحانه، لكن بيخرج النهارده وليد سليمان يا سهام وبيقدم رساله، الرساله اللي احنا بنأكد عليها هنا دايما بدايتنا في البيت الكبير، نبذ التعصب. واعتقد وليد سليمان قام بدور النهارده اكتر من رائع. لا وليد طول عمره مهذب، وكمان بينقل رساله، بينقل رساله كمان للجماهير ان انت بالرغم الشحن وبالرغم مش هقول التعصب لكن اثاره الفتنه يا كابتن. لا اقول كده لا يعني في بعض الناس في من حاول اثاره الفتنه، لا طبعا في اللي اتهم واتهام مباشر ان انت حاولت تاذيه، انت حاولت تاذي عبد الشافي وكنت قاصد. النهارده اللي عمله وليد سليمان ده، يمكن ده الجميل في الموضوع، هو المعنى ده الرياضه بتسعى دائما لتاكيده المفروض وزرعه بين الجميع، وان الروح الرياضيه والاخلاق واحترام المنافس المفروض هو ده اللي يسود، وان دي المبادئ اللي اتعملت الرياضه عشانها يمكن. فيمكن ده أبلغ رد طبيعي. من وليد سليمان، واحنا بنحيي وليد من هنا من طبعا. بيته من النادي الأهلي، وبنقول له وليد هارد لك على مباراة امبارح، والدور اللي انت بتقوم بيه خارج الملعب ده دي رسالة قوية جدا جدا جدا، زي ما قلت سهام لكل يعني المتعصبين، خلينا نقول ما بين قوسين، لكن ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى التوفيق ونتمنى الشفاء طبعا لعبد الشافي، لان عبد الشافي من اللعيبه المميزه جدا. عبد الشافي لعيب مميز في نادي الزمالك، نتمنى له ان شاء الله كل الشفاء، نتمنى له العوده سريعا لمبارياته مع النادي الزمالك باذن الله. طيب عندنا بقى اخبار تخص فايلر وتخص سيرافيزا، ديفيد سيزا معاك. اتفضل. طبعا النهارده فرقتنا النهارده المدرب العام سيزا كان ده المساعد الاول لفايلر، يعني عقد جلسه مطوله مع علي معلول لاعب الفريق في بدايه المران اللي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد التتش. سيزا طبعا اتكلم مع علي معلول في بعض الجوانب الفنيه ضمن الجلسات اللي بيعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين، سواء جلسات جماعيه او على المستوى الفردي لتجهيز للمرحله اللي جايه ان شاء الله، وتلافي الأخطاء اللي حدثت في الفترة اللي فاتت، وخاصة النادي الأهلي بيستعد لمواجهة الجونة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز. شيء مهم جدا إن اللعيبة كمان على المستوى الفردي بيتقعد معاها، مش مستوى جماعي بنتكلم كده وبس أنت أخطأ، لكن على مستوى الفردي ممكن واحد من الجهاز طبعا يعني استشارة أو بأمر من فايلر بياخد اللعيب ويقعد معاه ويتكلم معاه لوحده. مهم كمان ان تتكلم مع اللعيب لوحده، بتعرف بعض الاخطاء، فده مهم جدا ان كمان فايلر بيقوم وجهازه المساعد بيقوم بالدور دوت. 1 للبايرن دلوقتي. طب الحمد لله. على باريس سان جيرمان، كومن اللي جابه. هنروح لخبر عن نجمنا أحمد الشيخ. أحمد الشيخ الحقيقة النهاردة لسه بيواصل على تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي له على هامش مران الفريق اللي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. النهاردة الشيخ خاض جلسة في الجيم، بعد كده كمل برنامجه بينفذ بعض الفقرات المتنوعة في ملعب التتش تمهيدا لعودته مرة أخرى علشان يشارك في المران الجماعي. الشيخ غاب عن المشاركة الجماعية بسبب طبعا الشكوى في كاحل القدم وبعد الإصابة طبعا اللي اتعرض ليها. الإصابة دي كان اتعرض لها في مباراة أسوان في بطولة الدوري الممتاز. إن شاء الله يرجع لنا بألف سلامة. بألف سلامة. كمان خبر يمكن يسعد الجماهير الأهلاوية إن انتهى محمد محمود طبعا لاعب النادي الأهلي من فترة علاجه بالكامل. طبعا البروتوكول الطبي الموضوع لفترة العلاج بعد إجراء عملية الرباط الصليبي هي 9 شهور. محمد سافر يعني من فترة لألمانيا خلال الأيام اللي فاتت للحصول على إذن بالمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بعد انتهاء زي ما قلنا فترة البروتوكول العلاجي اللي خضع ليها بعد العملية اللي خضع بيها اللاعب أواخر شهر أكتوبر الماضي. طبعا مر 9 شهور هي المدة المتفق عليها للعلاج بعد الجراحة. طبعا حرص الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي طبعا الحديث مع محمد محمود لاعب الفريق اللي اطمئنان عليه، وكمان البرنامج التأهيلي اللي بيقوم بيه بتنفيذه خلال الفترة اللي فاتت للعودة للمشاركات الجماعية. محمد محمود من اللعيبة المميزة جدا جدا في وسط الملعب. عايز أقول له ما تستعجلش يا محمود، إن شاء الله بإذن الله خد وقتك، خد تمرينك، ما تستعجلش، انت لعيب مميز وان شاء الله ترجع ان شاء الله بألف سلامه وتكون باذن الله اضافه لخط وسط النادي الاهلي. اهم حاجه صحته، بس الجمهور مستنيه ومستنيه ان هو يعني يأدي كتير في الملعب باذن الله. محمود النهارده او محمد محمود كابتن محمد كان عنده جلسات النهارده في الجيمنازيوم بينفذ بعض الفقرات زي ما قلنا برضو المتنوعه في البرنامج اللي بيخضع ليه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالنادي. ومحمد محمود الحقيقه بالرغم من ان هو تعافى بشكل كامل من اكتر من شهر، بس برضو الجهاز الطبي رفض انه يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعيه او خوضوا اي مباراه وديه حتى قبل ما يخلص مده البروتوكول. يمكن اللاعب كان في ألمانيا علشان يحصل على الضوء الأخضر من طبيبه المعالج هناك طبعا علشان يتجنب أي مضاعفات أو أي يعني إصابة أخرى لا قدر الله. طبعا خاصة إصابة الرباط الصليبي بتبقى إصابة صعبة جدا وساعات بعض اللعيبة كمان بيبقوا مستعجلين، يعني بيبقى مستعجل العودة للملعب سريعا، بيحس إنه خلاص الموضوع بالنسبة له وصل لمرحلة كويسة. لكن طبعا النادي الأهلي بيأكد يمكن وصل لمدة شهر النهارده، لكن إن شاء الله بإذن الله محمد محمود يوصل لدرجه عاليه من اللياقه البدنيه والفنيه ان شاء الله تاهله انه يشارك مع النادي الاهلي. نروح لذئاب الجبل نادي المقاولين العرب العرب علشان نشوف آخر استعداداته لمواجهة الزمالك اللي جاية في الدوري. طبعا الجهاز الفني لفريق المقاولين بقيادة طبعا المدرب الكبير عماد النحاس بيجهز محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل المواجهة المرتقبة ومع نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، وده طبعا في إطار استعدادات الفريق للأسبوع ال 22 من مسابقة الدوري الممتاز. طبعا محمد طاهر غاب عن المشاركة في الفترة اللي فاتت بداية من استئناف مسابقة الدوري طبعا لإصابته في العضلة الأمامية، ونتمنى طبعا إن محمد طاهر يعود بشكل جيد. احنا عارفين ان هو من الصفقات المميزه جدا بيه قوي برضه. لعيب كويس ان شاء الله. يعني بس خلينا دايما يعني دايما عندنا مشكله سام ان احنا بنبقى لعيب كويس لكن ولعيب ان شاء الله مميز، لعيب صغير في السن، لكن مش عايزين يبقى هو النجم القادم اللي هيشيل لان ده بيحط ضغوط كبيره جدا على اللاعبين، ويمكن شفنا امثله كتيره جدا. يعني لما بيجي ان شاء الله لعيب مميز ان شاء الله يكون اضافه يخش في منظومه النادي الاهلي بسرعه، نتمنى له الشفاء العاجل ويشارك مع فريق نادي المقاولين لغايه نهايه الموسم، وان شاء الله الموسم اللي جاي يكون موجود معانا يا رب ان شاء الله. كمان محمد سالم مهاجم المقاولين العرب النهارده كان بيخضع للتدريبات التأهيلية على هامش مران فريقه للتعافي من إصابة الإجهاد في العضلة الضامة. الإصابة دي أبعدته عن مباراة المقاولين وأسوان اللي اتلعبت الأسبوع اللي فات وخسرها ذئاب الجبل 1-0. ومحمد سالم من يمكن برضو العناصر المؤثرة جدا في خط الهجوم، هجوم المقاولين العرب، بعد ما سجل يمكن فريقه 5 أهداف من بينها هدف المقاولين في الزمالك، وده كان في الدور الأول، ويمكن صنع 2 هدفين، وبالرغم برضو من مشاركته كبديل في اغلب المباريات اللي لعبها، لكن هو برضو فريق يمكن هو لاعب برضو موهوب ومؤثر مميز جدا. نروح بقى لفريق طلائع الجيش طبعا بقياده كابتن عبد الحميد بسيوني. خلاص اغلق صفحه مباراته مع طنطا اللي انتهت بفوزه 1-0 على استاد الجهاز العسكري في اطار الاسبوع ال21 من مسابقه الدوري الممتاز، وخلاص بدا الفريق يستعد لمواجهه سموحه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في الاسبوع ال22 من المسابقه على استاد جهاز الرياضه العسكري. المباراه اللي هيستعد ليها طلائع الجيش جهود كبيره جدا جدا لعوده لاعبه مهند لاشين اللي غاب عن مواجهه طنطا بعد تعرضه للطرد طبعا في مباراه بيراميدز. كمان هيعود للفريق نجم عبد الرحمن زولا بعد ما انتهى ايقافه لحصوله على الانذار الثالث في مواجهه بيراميدز برضه، وغاب عن موقعه طنطا. لا يزال طبعا موقف الثنائي حسام باولو ومحمد جمال بيبو طبعا المعروف ببيبو غير محسوم بعد طبعا معاناتهم من الإصابة في الفترة اللي فاتت. نتمنى طبعا التوفيق لكل اللعيبة، وطلائع الجيش عائد أعتقد بشكل كويس قوي مع كابتن عبد الحميد بسيوني، فوز مهم جدا جدا على طنطا 1-0، يعني بعده شوية على منطقة الخطر إن شاء الله خير. نروح لأسوان، وأسوان الحقيقة يعني عندها خبر بيقول إنه الفريق الأول لكرة القدم لفريق أسوان خضع لمسحة طبية طبعا بقيادة الكابتن أحمد كشري. النهاردة كان عندهم مسحة عشان الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع إنبي اللي هتجمع الفريقين يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله في إطار منافسات الأسبوع ال 22 من مسابقة الدوري. فريق أسوان الفريق الكبير اللي ليه جماهيرية الحقيقة برضو بيواصل عروضه المتميزة ونقول برضو قوية، نتائج إيجابية بعد ما فازوا الأسبوع اللي فات على المقاولين العرب 1-0، وتقدموا طبعا في جدول ترتيب الدوري 4 مراكز، ويعني خلاص ابتعدوا عن دوامة الهبوط زي ما صحيح. نادي أسوان بيأدي بشكل جيد جدا زيه زي طلائع الجيش، نتمنى التوفيق لكل الأندية. تعالوا بقى نروح كمان لكواليس مباراة القمة. المسؤولين في اللجنة الخماسية باتحاد الكورة برئاسة عمرو الجنايني تحمل الأهلي والزمالك تكاليف استقدام الحكام الأجانب بداية من الموسم اللي جاي. طبعا المتعارف اللي احنا عارفينه انه تحمل الجبلية تكاليف الحكام لمباراة القمة فقط بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، واتحاد الكوره بيفكر في تطبيق الامر بعد ارتفاع طبعا التكاليف الخاصه باستخدام الحكام واللي بتصل حوالي $40,000 ل6 حكام. طبعا احنا عارفين الحكم دلوقتي زاد، كمان كانوا بيجوا 3 حكام دلوقتي زادوا كمان بقى في حكم رابع، وفي كمان 2 لتقنيه الفار، وبالتالي التكلفه علت جدا. عشان طبعا التكاليف عليت جدا. اللجنه الخماسيه قالت لا، من السنه الجايه وارد جدا ان ممكن النادي الاهلي ونادي الزمالك يتحملوا جزء من قيمه استخدام الحكام الاجانب. ده كان في قرار طبعا من رئيس الوزراء ان يكون اتحاد الكوره بيتحمل تكلفه حكام الاجانب لمباراتي بس، مباراتي القمه ما بين الاهلي والزمالك. طيب احنا لسه مع اللجنه الخماسيه. النهارده كان في قرار استقر المسؤولين برئاسه عمرو الجنايني استئناف مباريات كاس مصر في شهر اكتوبر اللي جاي في حال موافقه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول على الغاء معسكر اكتوبر وعدم خوض اي وديات خلاله او تجمع للعيبه في التوقف ده. المسؤولين في اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره عقدوا اجتماع النهارده مع الشركه المسؤوله عن اجراء مسحات كورونا للعيبه في مسابقه الدوري سواء الممتاز او في القسم الثاني لبحث امكانيه تبديل المساحات خلال الفتره اللي جايه. بالفعل تم الاستقرار من خلال الاجتماع ده على إلغاء المسحات لفيروس كورونا اللي اللعيبة بتعملها، واستبدلوها بقى بتحليل اسمه رابيد تيست. ده بيتم إجراؤه بطريقة ده تحليل سريع يا جماعة، تحليل سريع بيتم إجراؤه للفرق في الفترة اللي جاية. مش محتاج ان انت بعد يمكن التحليل السريع ده بدل المسحة الطبية اللي احنا معروفة لكورونا ان انت تقعد 48 ساعة. هي المسحة الرابيد تيست دوت يعني سريع جدا والنتيجة بتظهر بسرعة اكبر، وده يمكن اللجنة الخماسية بعد طبعا ما شافوا الاجراءات الاحترازية ماشية بشكل افضل، ودلوقتي كمان تسريع عملية اكتشاف كمان لو في لعيب او احد الاداريين او المدربين عنده فيروس كورونا، وبالتالي كمان بتسرع عمليه ترتيب جدول الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. فده طبعا شيء ايجابي جدا، ونتمنى ان شاء الله السلامه لكل الناس. كانت نقابه الاطباء قالت ان هو تحليل لم يثبت فعاليته في الكشف عن كورونا، فبرضه كنا عايزين دكتور محمد سلطان ياكد لنا ده، ياكد لنا المعلومه دي لو نقدر ان احنا اتصلنا مش سامعه وقال ايه يعني ان شاء الله نتواصل معاه. لكن عامل مساعد يعني عامل مساعد زي ما بقول لك، هو بتسرع عمليه كمان ان اكتشاف، بدل ما نستنى 48 ساعه ويكون المباريات اتحددت ميعادها. أيوة. وبالتالي تاجيل المباريات بياخد بشكل مختلف شويه، فشيء ايجابي جدا. نتمنى ان شاء الله طبعا كل يعني السلامه لكل الناس، ونتمنى كمان ترتيب جدول الدوري ان شاء الله بشكل منظم، استعدادا طبعا زي ما احنا قلنا في الخبر الكابتن حسام البدري كمان مهم جدا بالنسبه له ان الدوري يكمل بشكل مستقر طبعا على وقوف الحاله الفنيه لكل اللاعبين ان شاء الله اللي مشاركين مع كابتن حسام ومنتخب مصر الفتره اللي جايه. نتمنى التوفيق لكل الناس ان شاء الله. نروح لخبر تاني بقى بره، يعني نطلع على المانيا شويه. طبعا توقع اين هيرفز ده اسطوره بايرن ميونخ ان يكون نيمار نجم باريس سان جيرمان هو اللاعب اكثر موهبه في نهائي دوره ابطال اوروبا. اللي اعتقد دلوقتي النتيجه 1-0 لصالح البايرن امام باريس سان جيرمان، وقال ان نيمار سيكون اللاعب الاكثر موهبه على ارض الملعب، لا يستطيع الكثيرون الاقتراب من نيمار، لا يوجد سوى ميسي ورونالدو. واضاف انظر الى ليفربول، ليس من قبيل المصادفه فوز ليفربول ببطوله ابطال اوروبا والبريمير ليج، لم نرى محمد صلاح كآلة أثناء تطبيق الضغط على روما. ده طبعا الفضل في ذلك طبعا بيعود للمدرب يعني كلوب، أعتقد وقال أعتقد أن نيمار أصبح مثل صلاح، حيث رأيته أكتر من مرة بيضغط بالفعل، ويعود ده إلى طبعا المدرب توخيل. زي ما بقول لكم يعني هو الراجل بيقول أن ما كانش متعود يشوف صلاح، هو بيقول إن نيمار كان عنده مشكلة شوية، بيقول إنه ما كانش بيدافع بشكل كويس لما كان موجود في برشلونة، لكن شايف النهاردة على المستوى الموهبة إن نيمار أبرز اللعيبة الموجودة على أرض الملعب، وإنه كمان عنده إن توخيل إداله، ده المدرب الألماني لباريس سان جيرمان، إداله جزء مهم جدا إن هو بيرجع بيساعد في العملية الدفاعية، وبكده يبقى عنده كمان جزئية إنه بيدافع كويس. وزي ما قال هو محمد صلاح كمان ما كانش بيقوم بالدور دوت في روما. طبعا يورجن كلوب المدرب بتاع ليفربول أدى يعني لتطور أداء صلاح حتى على المستوى الدفاعي، وده الدور اللي بيقوم بيه المدرب، صحيح. إن كمان النواقص للعيبة حتى لو لعيبه كبيره، بنتكلم على صلاح، نيمار، بنتكلم على ميسي، رونالدو. هو ده بيبقى دوره انه كمان يشوف النواقص ويبدا يزود وده اللي حصل يمكن مع نيمار، انه الاداء الدفاعي بدا يظهر بشكل افضل. وده شفناه مع فايلر، مع رمضان صبحي لما كان مجمد في هدرسفيلد. فيعني دايما المدرب زي ما كابتن هاني قال كده بيبقى ليه دور، ودور مهم وملحوظ في يعني الاهتمام او بتطوير اداء اللاعب. ده حقيقي يعني بشكل كبير. لويس فيجو يا جماعه نجم ريال مدريد وبرشلونه السابق استبعد احتماليه رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي خلال فتره الصيف الحالي. فيجو قال في تصريحات النهارده للصحافه: هذا العام سيكون من المستحيل على اي ناد ان يدفع قيمه فسخ عقد ميسي مع برشلونه، كما ارى انه من الصعب جدا على اي فريق ان يكون قادرا على دفع راتب ميسي. ميسي علشان يمشي في التوقيت الحالي لازم يدفع لبرشلونه 700 مليون يورو يا جماعه. عن إمكانية رحيل ميسي ريال مدريد بالشرط الجزائي، فيجو قال أنه أرى أنه من المستحيل تكرار نفس الشيء الذي حدث معي منذ 20 عاما. فيعني هو طبعا على يروح فين؟ لا كمان على مستوى، ده بيتكلم على مستوى البادجت وعلى مستوى راتب ميسي وعلى مستوى الشرط الجزائي. بتتكلمي في 700 مليون يورو، ده يعني ما فيش نادي يقدر حاليا يدفع المبلغ ده، بجانب كمان راتب اللي يستحقه او يعني بياخده ميسي وبرشلونه. فبيقول طبعا من المستحيل ان ميسي هيبعد عن يعني برشلونه الفتره اللي جايه، ويمكن هنشوف. كان زي ما قلنا في اخبارنا ان كان في اجتماعات، وفي الاداره بتعمل فرقه جديده، رونالد كومان بيعمل فرقه جديده ويدخل. فان شاء الله كل دوت كواليس المحبي لبرشلونه ان شاء الله هنشوفها خلال الاسابيع اللي جايه هيوصلوا لفين. نروح لموناكو والدوري الفرنسي. طبعا موناكو قلب تاخره بهدفين الى التعادل 2-2 مع ديفو ورانس في أول مباراة ياخدها فريق الإمارة الجنوبية المستقلة تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش. ده مدرب كرواتي كان بيدرب البايرن في دوري الدرجة الأولى طبعا الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد. طبعا احنا عارفين توقفت مباراة الدوري الفرنسي طول ال5 شهور بسبب طبعا انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إلغاء الموسم الماضي بناء على طبعا تقارير طبية قالت ان لا يستطيع استكمال الدوري الفرنسي، وبالتالي كان إلغاء الدوري الفرنسي العام الماضي. ميهايلوفيتش أصيب بكورونا للأسف، أسطورة إنتر ولاتسيو والمدرب السابق لميلان اتصاب النهاردة بفيروس كورونا. وقال نادي بولونيا في بيان له أنه وضع اللاعب خطير للغاية بسبب أنه أصيب قبل كده بالسرطان في الدم في السنة اللي فاتت يمكن في يوليو. اللاعب الكبير يعني يمكن خضع للعلاج الكيميائي وزرع نخاع، تعافى منه تماما الحمد لله من مرض السرطان، لكن الخطورة دلوقتي في أنه مناعته ضعيفة جدا، فإصابته كانت من وقت يمكن قريب السنة اللي فاتت مش بعيد، فالنهاردة بيصاب بفيروس كورونا. البيان أكد أو ذكر أنه لا تظهر عليه أي أعراض كورونا، وتم وضعه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ونتمنى له الشفاء إن شاء الله. نروح تاني لألمانيا. يمكن كرمت ولاية شمال الراين بطل كأس العالم لكرة القدم الألماني ماريو جوتسا طبعا من اللعيبة اللي فازوا مع في كأس العالم مع ألمانيا، اللي طبعا ما بيلعبش في نادي لغاية دلوقتي، هو عمره 28 سنة لكن بيعمل أعمال خيرية كتيرة جدا جدا. احنا عارفين إن حصل اللاعب على وسام الاستحقاق من الولاية في حفل أقيم في كولون اليوم يوم الأحد، وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين أرمين لايشت في كلمته: لفت جوتسا الانتباه لفترة طويلة للوضع الصعب اللي يعيشه الأطفال حول العالم، حفز الآخرين على المشاركة بأنفسهم أو بالتبرع بالأموال. يشارك طبعا ماريو جوتسا في العديد من المشاريع الخيرية، إنشاء المدارس، وبيدعم برامج كرة القدم حتى للبنات والسيدات في البرازيل، وبيهتم برعاية الأطفال في السنغال وكمبوديا وفيتنام. فدور إيجابي جدا بيقدمه ماريو جوتسا من اللعيبة المميزة. كان طبعا لعيب مميز جدا دلوقتي مش موجود في نادي، لكن بيقوم بدور اجتماعي كبير جدا جدا. المشاريع الخيريه، الاهتمام بالاطفال حول العالم، بس مش في المانيا، حول العالم، في البرازيل، الاهتمام بالكره النسائيه. فالنهارده بيتكرم من الولايه، وطبعا ده دور ايجابي مهم جدا بيقوم به لعيبه الكوره على السوشيال ده السوشيال وورك يعني الخدمه الاجتماعيه ده مهمه جدا جدا. لا الدور ده انا بشوفه مهم جدا ولا يقل اهميه عن دوره في الملعب، وده اللي احنا المفروض برضو حقيقه لازم نشوفه بشكل كبير على مستوى لاعبتنا. يمكن اللي بيعمل ده صلاح وبيعمل ده ساديو ماني. فاكر التصريح اللي بتاع ساديو ماني لما سالوه انت ما عندكش اسطول عربيات؟ قال لهم انا ما كانش عندي ثمن الحذاء اللي بلعب بيه. فده يعني بيعملوه بعض اللعيبه، بس اتمنى اشوفه يعني في مصر بشكل كبير. ان شاء الله اكيد في ناس بتعمل كده في الدرة طبعا، في ناس كتيره ما بتحبش تعلن عن ده. بص في لعيبه كتيره جدا جدا بتقوم بادوار عشان يكون قدوه يا كابتن بادوار. فانا معاكي ان هو لازم حتى يبقى يتسلط الضوء عليهم شويه، حتى لو هو ما بيحبش، لكن ده بيكون قدوه وكمان مثال. دور لعيب الكوره وخلينا نتكلم بكل امانه، الفتره اللي فاتت انتقادات كتيره جدا جدا على المبالغ والعقود اللي بياخدها لعيب الكوره، فاعتقد ان ممكن جدا جدا يعني الفتره اللي جايه نشوف لعيبه الكوره بتقوم بدور اجتماعي مهم جدا في ادوار كتيره جدا في المجتمع، في نواقص كتيره جدا ممكن لعيب الكوره يقوم بيها، علشان كمان يدي نموذج ومثل للولاد الصغيرين اللي طالعين ان كمان انت يعني لعيب كوره ومشهور وبتاخد فلوس، لكن كمان الدور الاجتماعي خدمه بلدك ده كمان شيء مهم جدا جدا بجانب كره القدم. والخبر اللي جاي ده مرتبط يمكن بالفكره دي ومرتبط بفكره الاجتهاد وبالكفاح، بيورينا قد ايه ان ممكن انك لما تجتهد وتكافح توصل لابعد مدى. ما دام مجتهد ومتمسك بحلمك هتوصل. الاسطوره الشاب كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان الحقيقه كشف في الساعات اللي فاتت دي عن الحذاء اللي بيلعب بيه دلوقتي. بيه نهائي دوري ابطال اوروبا قدام بايرن ميونخ الالماني. امبابي اعلن انه هيرتدي حذاء وردي زي اللي حضراتكم شايفينه، اللي هو ده اللي هيلبسه. الحذاء ده مستوحى من اصدار قديم يا جماعه صدر في 2008، وكان فرانك ريبيري النجم السابق لمنتخب فرنسا وبايرن ميونخ وجناح فيورنتينا الحالي اتكلم امبابي الحقيقه عن قصه هذا الحذاء واللي قرر ارتداؤه في نهائي الابطال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. قال ايه؟ قالوا انه في سنه 2008 كان والده ووالدته حوشوا ربع ثمن الاصدار الاول من الحذاء ده اللي كان بيرتديه العظيم فرانك ريبيري، وقال انه هو تعمد انه هو يرتديه النهارده في المسابقه دي، بيرتدي منه طبعا النسخه الجديده في 2020 في نهائي دوري ابطال اوروبا. فقد ايه بص لما من 2008 ل 2020 يعني لا شيء يعني شيء مميز. وزي ما بقول لك لعيبه الكوره ممكن شيء جدا كبير طبعا يمكن يشتغل على الجزء الاجتماعي بشكل كبير، وفي اوروبا يمكن عايزين نحتذي بيهم ان شاء الله في مصر الفتره اللي جايه. زي ما احنا عارفين ان برشلونه خلاص اختار الهولندي رونالد كومان لقياده برشلونه الفتره اللي جايه، وزي ما قلنا في يمكن فقرات او حلقات قبل كده ان في اتفاقات كتيره جدا وفي اجتماعات كتيره جدا، وان في سلسله طبعا من الاخفاقات حصلت مش بس مباراه البايرن لكن قبليها كمان برشلونه ما كانش بيقوم بدور كويس. كومان عنده مهمه انتحاريه طبعا هي انقاذ نادي طبعا القديم اللي كان بيلعب فيه والعوده للامجاد. طب احنا معانا تقرير مهم جدا نشوفه عن كومان ورجاله، يعني بنتكلم على الماضي وبنتكلم ايه اللي هيحصل دلوقتي وكمان على المستقبل، لكن نشوف تقرير مهم جدا. بعد التقرير فاصل ونشوفكم مع طبعا ضيوفنا الكرام الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوسي. لم يكن اختيار نادي برشلونة للهولندي رونالد كومان محض صدفة، فالجماهير الغاضبة في كاتالونيا لم يكن يرضيها سوى وجود أحد النجوم التاريخيين أصحاب الشعبية في منصب المدير الفني خلفا لكيكي سيتين. كومان الذي سجل هدف تتويج برشلونة بأول بطولة أوروبية كبرى في تاريخ الفريق الكتالوني عاد اليوم من حيث بدأ فهو الذي بدأ مشواره في تدريب الأندية من داخل برشلونة مساعدا للويس فان غال. في نهاية التسعينات ها هو يعود في مهمة لإنقاذ ناديه القديم، ولكن من على كرسي الرجل الأول. كومان اختار مواطنه الهولندي ألفريد شرودر المدير الفني السابق لهوفنهايم الألماني ليصبح مساعده الأول بعد نقاشات عديدة دارت بينهما خلال الفترة الماضية. كما كان اختياره للسويدي هنريك لارسن الذي زامله لاعبا في فينورد روتردام الهولندي عام 1996 ليؤكد رغبته في فرض سيطرته على مقاليد الأمور داخل قلعة الكامب نو. فهل ينجح رونالد كومان ورجاله في انتشال برشلونة من كبوته والعودة إلى أمجاد الماضي؟ ورجعنا لكم مرة تانية طبعا بعد الفاصل عشان نواصل مع حضراتكم الفقرة الحوارية اللي بنستضيف فيها اتنين من نجوم النقد الرياضي على المستوى مصر، على المستوى العربي وخاصة في كرة القدم. معانا طبعا الأستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي بجريدة اليوم السابع، وأيضا الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي بجريدة الأهرام، للحديث طبعا عن ملفات كتيرة جدا بتهم الساحة الرياضية واللي فعلا فرضت نفسها بقوة على علينا، وأكيد هنتكلم على لقاء القمة. بنرحب بيكم استاذ محمد، اهلا بيك، منور معانا في البيت الكبير. نورك يا كابتن عصام، بيتك اهلا كابتن، حضرتك منورنا دايما البيت الكبير عامر بالحبايب والناس اللي بتطلع تقول كلمه تليق بالبيت الكبير فعلا. ربنا يخليك ربنا يخليك. خلينا نبدا على طول، واكيد هنبدا بمباراه القمه. اكيد كلنا كنا بنتابعها امبارح، وكلنا كل واحد فيه بمختلف انتماءاته كان عنده طموح معين وكان عنده توقع معين بشكل او باخر على مستوى الاجهزه الفنيه، على مستوى الجماهير، على مستوى الادارات. فعايز اعرف راي حضرتك وابدا بيك، بتتفضل معانا فكرتك او رؤيتك، او انت شفت المباراه ازاي؟ لا، شفت المباراة من المرات اللي تتحسب علينا قمة أو ديربي، لأنه ده واحد من 20 ديربي محسوبين في العالم، وبالتالي كنا ساعات بنخشى أنه ما تبقاش لائقة بسمعة الكرة المصرية وسمعة بقى الكبيرين، زي كل بلد ما عندها دايما الديربي أو الكلاسيكو بتاعها. المرة دي كان في ماتش كورة بنسبة كبيرة جدا، ماتش كورة كل مدير فني فيهم مؤمن بخطته بتكتيكه بالشغل اللي اشتغل عليه، نفذ خططه في الملعب. شفت كمان بس ان احنا في طريقنا للأفضل محتاجين نرصد اللي باقي عشان فعلا تستحق الكرة المصرية. البروتوكول بتاع الفار طبعا الحقيقة مسألة الإجراءات الاحترازية وكذا ماشية كويس، لكن فجأة سمعنا ضجيج جماهير وشفنا في المدرجات أبناء مسؤولين، خلينا أقولها لك بصراحة، أنا ما أعرفش ده كان حتى مكتوب جنب النص بتاع الإعلاميين والصحفيين في أضيق الحدود، فجأة لقينا أشخاص مدعوين الله أعلم، ضجيج جماهيري. لا أعتقد أن مجالس الإدارات ممكن هي اللي تكون بتقوم بردة الفعل الجماهيرية دي. لابد ان احنا نقول انه الحكاية دي محتاجة تسليط الضوء من اجل مزيد من ان الصناعة بتاعتنا تبقى اكثر التزام في اوقات العالم كله بيرصد قد ايه احنا واصلين، زي ما شاء الله مناحي كتيرة في الدولة زي ما رجعنا الدوري. الجزء الفني بقى هنتكلم فيه كلام زي ما انت عايز، لكن دي من وجهة نظري اهم المشاهد. حتى الان برضو محتاجين من إدارات الملاعب إنها تتبنى فكرة يعني إن يبقى في أبليكيشن ما زي كل العالم، وشاشاتنا ما شاء الله وملاعبنا يعني فعلا كلاس إيه دلوقتي، لكن ما هواش البديل صوت من مكبرات صوت جمهورة كابتن هاني يعني. طبعا لا، محتاجين نشوف الناس شغالة على إيه ونحاول نجيب نفس التكنولوجي ده، لأنه واضح إنه يعني نقلة مهمة إحنا جديرين بيها، إحنا فعلا قدها وقدود. لكن في القلب من كل ده الفار وسنين. هنتكلم على الفار صحيح. وسنين. طب استاذ محمد، دي كانت رؤيه الاستاذ عصام ان ما زال يعني لقب مباراه القمه لم يرتقي للمستوى المطلوب، دي نمره واحد. الجزء الثاني اتكلم برضو على وجود بعض الاشخاص زياده والتزام طبعا بالبروتوكول، لكن في لسه النظام حضور الناس الحاضره غير منتظم. حضرتك شفت بقى يعني شفت المباراه ازاي؟ يعني يمكن انا شايف المباراه دي واحده من 34 مباراه اللي هو السيزون بتاعك كله، واحده مباراه الدوري يعني. واحده مباراه الدوري 3 نقاط يعني كمباراه لو حطيتها ضمن كل المباريات اللي موجوده يعني. لكن تظل القمه بين الاهلي والزمالك قمه تاريخيه دايما، لانها الاهلي والزمالك في الثقافه بتاعتنا كمصريين، ومن هنا بياتي اهتمام المباراه بغض النظر عن مستوى اي فريق منهم او المراكز او الموقع اللي موجود في جدول الدوري. لما نلاقي الاهلي 56 نقطه والزمالك 42 فرق كبير جدا، اللي يشوف يقول مش قمه يعني، القمه الاثنين قريبين من بعض يعني، لكن هي مربوطه بنوع من الموروث الثقافي التاريخي ده اللي بيعملها نوع من الحساسيه ونوع من الاهتمام، والبعض بيطلق عليها بطوله خاصه فعلا، لكن هي بطوله خاصه معنويه، لكن ليس بطوله خاصه في الدوري يعني. انا لو الاهلي كان فاز بيها عادي، لو الاهلي تعادل عادي، لو الاهلي خسر برضه الامور عاديه جدا مش كارثيه يعني. اول الاهلي بيلعب 20 مباراه قبلها بيكسب 18 مباراه وبيتعادل في ماتشين، يعني شيء رائع وانجاز رائع للاعبين وللمدرب وحاجه عظيمه جدا. وقبل توقف الدوري كان الاهلي في السماء والناس بتشيد بالمدرب والاداء بشكل كويس جدا. فشايف ان هي مباراه عاديه، لا يجب ان احنا نحملها اكثر من طاقتها ولا يجب ان نزيد منها، بالعكس انا شايف ان الخساره اللي النادي الاهلي فيها توقيت رائع، لانك انت خسرت في بطوله شبه محسومه بالنسبه لك كدوري. اعتقد ان في اخطاء ظهرت سواء من جانب اللاعبين او من جانب الاداره الفنيه للمباراه، تصحيحها مهم جدا قبل المعركه الكبرى الافريقيه اللي انت بتسعى اليها بقالك عدد من السنوات. صحيح. هو استاذ عصام من خلال حديث استاذ محمد استخرجت كلمه يعني جزء مهم جدا، ان بيقول لك لسه من حوالي يومين او اسبوع او 10 ايام اللي فاتوا كان كل بيقول ان الاداره الفنيه على مستوى عالي جدا وان اللعيبه على مستوى عالي جدا. ده جابني لنقطه مهمه جدا، هو ثقافه شويه الجماهير الكوره في مصر، انك يعني مع الهزيمه بتدوس قوي على الناس وبتوصل لدرجه صعبه جدا، انك لسه من 3-4 ايام بتقول ان احنا عندنا احسن جهاز واحسن لعيبه، مجرد هزيمه في مباراه يبقى بقينا وحشين قوي وعندنا اوحش ناس واوحش لعيبه. فانا شايف او حتى في المكسب يعني، حتى في المكسب بيبقى عالي جدا، بترفع الناس عالي. فامتى الثقافه دي تتغير ان احنا فعلا نحكم على الامور بمنطقيه شويه؟ لا، هي الامانه يعني مش هتتغير كابتن هاني، وانت لعبت بره يعني، ما حدش يقول ان الكلاسيكو الالماني او الديربي الالماني الناس بتعتبره واحد من مباريات الدوري مهما كان ثقافتهم الكرويه، لانه هو يوم لوحده، فرانك لوحده. لكن هو المراد تغييره هي فكرة ان انت تفقد ثقتك، ومن ثم حوار انت اقمته حوالين قناعاتك بعمل متكامل، عمل فني بغض النظر بقى تديله كم من 100 في الماتش ده، لكن ما تفقدش بقى الثقة في هاني رمزي فجأة. بعد ما كنا بنقول رمزي اللي بنحتفي بيه زي ما بينادوله في أوروبا، وشفناه فجأة نقول يا راجل ده بيعرف يلعب كورة. ده اللي بتكلم عليه، اللي هو النقلة ال 180 درجة عشان المباراة. المدلول الجماهيري هيبقى، هي بتبقى في الذاكرة دايما. ربما مناوشات الجماهير لو أخلي منها يعني ضربة، كسرة، سبة، الحقيقة الباقي فاني ولطيف وبيتعمل بيه في كل الحضارات الكروية اللي احنا نستحق نبقى زيها. إنما الفكرة بقى ألا تكون أنت مش محور هدم والكلام ده، إنك تكون فجأة أنت الخاسر النتيجة يعني، كثرة ما تحدثت عنه من آمالك وطموحك للفريق ينهار فجأة. هنا بقى دي الثقافة التي يجب تغييرها. صحيح. أولا لأنك أنت محب محترف، يعني اللاعب لاعب محترف، وأحيانا محب لما بيكون بينه وبين شعار النادي يعني، ودي ظاهرة عالمية مش بس عشان احنا هنا. صحيح. عاطفيين في كل العالم. لكن انت بقى محب محترف، وبالتالي ما تروحش انت اللي رامي الطوبه، يعني خليك مستني لكتله من المباريات، خليك طالب التعويض، خليك طالب التصحيح. ده على فكره كل ده وان كان يبقى حق للجمهور لكنه ما يزيدش عن 30%. لا المتفرج ولا اعظم متفرج هو بالضروره فني، لكنه الكره اعتادت ان الكل مدرب على الاقل يوم المباراه قبلها بيوم وبعدها بيومين ثلاثه، فما بالك اما بيبقى ديربي. هنا يجب ان انت تقف وترصد كراجل محب محترف للنادي، ومحترف دي انا مصر عليها لان هذا هو الانتماء الحقيقي. وبالتالي انت عاوز ايه من الشعار بتاعك؟ انت عايز ايه من التيم بتاعك؟ اطلق صيحه اذا ما رايت يعني بعض الاشياء تحتاج ان انت تتكلم فيها وحابب حد يسمعك، لكن اترك ليه الرؤيه الفنيه واسمع منه ما يطمئنك. ربما الناس برضو بتستشعر انه يطلع مثلا المدير الفني النادي الاهلي، مش مثلا اكيد، فايلر، فيقول انها مباراه ضمن كوتا من المباريات على مدار الموسم وهي ب3 نقاط. ده صلب عمله على فكره. ما تحولش انت كلامه ما تاخدوش من الناحيه الثانيه ان هو ما عندوش كلام مستهتر، وانه ما عندوش كلام يقوله، وان محترف ايه يا عم وانت مش عارف ان ده الاهلي والزمالك يا عم، وهكذا. وكمان حين يفوز لا ترفعه عنان السماء. يعني هي ليله احتفاليه خاصه، والدليل ان كل الدربيات في العالم بتتحسب، القمه 120 صحيح، القمه 90، القمه 17، سواء هنا او حتى في ال5 دوريات الكبرى صحيح. وبالتالي عدم خلط الامور هو اللي هيطلعنا بمفاهيم. اولا للاداره، الاداره بقى صاحبه الحق الاصيل في تطوير، في تصويب، في تصحيح، بترصد في المواعيد الكبرى يا كابتن هاني، مش في كل المباريات. طبعا كل الاجهزه شغاله ما بين جهاز فني، اداري، اذا كان هناك ما يسمى لجنه كره، اداره كره، مدير فريق او مدير، كل وتقريره يعني. لكن في النهايه ما تخلطش الامور وفجاه تشعر انه لا عمل ولا ميزه ولا حتى السلبيات يمكن علاجها. ده انت فجأة طبعا الدنيا لا، ما ده اللي بتكلم عليه يا استاذ محمد. وهذا هو الفرق بين المواطن العادي والمواطن الكروي اللي هو محترف شغل. خلينا نتكلم يعني النقطه حضرتك يعني هعيدها تاني، انك في وقت من الاوقات انك وقت الهزيمه يعني بتوصل بتكسب. بتكسب طبعا، وبالمجهودات اللي حصلت كلها، رغم ان دي مباراه كره قدم. خلينا نتكلم اولا واخيرا مباراه مميزه امام المنافس ليك على مر التاريخ، لكن مباراه كره قدم. ولكن كمان لما بتكسب بتبقى الافراح كبيره جدا جدا، وبنكبر المواضيع جدا جدا. فالرؤيه حضرتك شايفها ازاي من الجزئيه دي؟ يمكن احنا كعالمين بنقعد نرصد ردود الافعال والتصريحات بتاعت الناس. انا في ناس كانت بتتكلم على فايلر قبل كده، المدرب الاسطوره، المدرب الشخصيه، المدرب اللي عمل شخصيه للنادي الاهلي، والحقيقه احنا ده شفناه، ده حقيقه. لان الاداء اللي كان بيعمل بيه فايلر قبل كورونا يعني ستايل ربما ما شفناهوش في مصر قبل كده، اللي هو الضغط الهجومي والضغط المكثف، الضغط في اي مكان موجوده فيها الكره، انك انت كنت بتعمل زي النحله حوالين الكره بتاعتك، كنت بتدوخ الفريق اللي موجود معاك، فعامل ضغط مستمر، تستحوذ اكتر، بتجيب اهداف اكتر، ادائك هجومي طول الوقت، اطرافك بتشتغل بشكل كويس جدا، عمق الملعب عندك شغال. كل ده يعني الاهلي كان خليه كامله بتتحرك حوالين اي منافس، كانت بتتعبه وترهقه شديد جدا يعني، لدرجه ان هو كسب 17 مباراه و18 مباراه على التوالي بدون توقف يعني. فده كان اداء عظيم لفايلر، فالناس اشادت بيه وانبهرت بيه، وكل المحللين في كل الفضائيات وكل خبراء الكره بمختلف اعمارهم السنيه واجيال والاجيال اللي ظهروا فيها كانوا بيشيد بريني فايلر باشاده غير ده على المستوى الفني. طبعا على المستوى الفني ارصد بقى الجزء بتاع المحترفين فنيا ازاي بيغيروا رايهم في يوم. فلما يجي مستر فايلر يخسر في مباراه، هذا ليس دفاعا عن فايلر ولا الشحن الموجود، لا بص، هو هناك اخطاء فنيه وهنتكلم عليها طبعا بالظبط. النادي الاهلي بشكل عام بيتعامل جمله وليس قطاعي، دي قاعده في النادي الاهلي بشكل عام يعني. فلما اعمل 20 مباراه بهذا الشكل المميز، واجي في مباراه حتى لو قدرتها فنيا غلط، حتى لو كانت في اخطاء، حتى كان هناك تغيير في طريقه اللعب ادت الى الشكل اللي ظهر بيه الاهلي، وارد ده عادي جدا بالنسبه للمدرب، وخصوصا ان هو بيدرب في حاجه. طبعا مباراه الاهلي والزمالك مهمه، كلنا متفقين على هذا الامر، لكن هو خد قراره وجرب في هذه المباراه وخسر المباراه. ده مش معناه ان فايلر انتهى او فايلر خلص، او شخصيه فايلر اللي كان بيها المرعبه اللي كان موجود بيها والنجاح المبهر تحول الى فشل. هذا كلام غير مظبوط وكلام غير منطقي. مستر فايلر لغايه دلوقتي لو هتدي له تقدير في ادائه، الراجل متصدر الدوري وحسم البطوله تقريبا، شبه حسم البطوله قبل يعني اسابيع كتيره جدا، احنا تقريبا في اسبوع 21 وده شيء عظيم جدا نادرا ما فريق بيعمله في العالم. الراجل وصل نصف نهائي دوري الابطال بشكل قوي وشكل مميز ومرشح بقوه ان شاء الله يفوز بالبطوله، فانا شايف ان الراجل عامل نجاحات كبيره جدا في النادي الاهلي لا يجب ان نهيل عليه التراب بمجرد خساره مباراه ايا كانت هذه المباراه. انا شايف كمان من يعني وانا بقدم يعني فقرتنا النهارده بقول، وانا كنت لعيب كره وعارف ان في اوقات معينه بتبقى مهم جدا انك تخسر. الناس يعني هتقول العباره صعبه شويه، يعني ايه مهم جدا انك تخسر؟ يعني مهم جدا انك الخساره ممكن جدا تقويك بشكل معنوي اكتر. صحيح. ان الخساره ممكن حتى على مستوى الاداره الفنيه، على مستوى الاداره الاداريه كاشفه ليك. بالظبط كاشفه، وكمان بتبين لك انا كلاعب بتبين لي لا ده الموضوع مش سهل، حتى بطوله الدوري لا ده انا لازم اشتغل فيها بشكل افضل، ده عندي بطوله مهمه جدا بطوله افريقيا، فابدا اشد نفسي تاني بلغه الكره. صحيح. بشد نفسي تاني بشكل مميز جدا. فساعات بتبقى الخساره يعني مش هقول لازمه، لكن كلنا متضايقين، لكن ساعات تبقى الخساره يعني مفيده. حضرتك شايف ان ممكن خساره النادي الاهلي او كلامي اللي بقوله ده، ممكن خساره النادي الاهلي مباراه الزمالك ديت تبقى شيء ايجابي جدا ونشوف عوده قويه جدا للنادي الاهلي، او الضغوط على اللاعبين والاصابات الموجوده والغيابات والسوشيال ميديا يمكن النيجاتيف منها ممكن ياثر على مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ شوف، هو الاخطر في الموضوع هو تغيير راي اهل الخبره او اهل المهنه المحترفين حضرتك. بالظبط، ما ينفعش تكون انت هاني رمزي وقايل لي على مدار 17 اسبوع زي ما صديقي العزيز محمد القوسي قال، بتكلمني عن معدلات اداء، بتكلمني عن رؤيه لمدير فني، ثم فجاه تقول له كشفناك يا حلو بالبلدي. يعني ما هو ده مش منطق الحقيقه مبدئيا، يعني بما له من ايجابيات وما عليه من سلبيات، وبالتالي انت محتاج تغيير هذا الهوى. يعني مش بقى انا مش بقول لا تفصح عن شخصيتك باللون اللي انت عايزه، ما هو كمان فكره المحايد دي فكره كاذبه جدا، مفيش حد محايد، لكن احترام الجمهور انك لما صحيح. تطلع له ما لم تكن بتتولى امره اعلام ملون زي مثلا قناه النادي الاهلي، قناه نادي الزمالك، قناه ريال مدريد، قناه برشلونه، خلاص هنا انت تتولى امره البيت الكبير، تمام. انما لما تخرج للعامه بشارة العامة لازم تقول كلام مفيد، ارصد ما تراه، لكن مش فجأة اللي هي الهندسة انا كنت ضعيف فيها بس 180 درجة ولا 360 درجة واحدة منهم، يعني اللي هو التغيير العكسي يا كابتن هاني 360 خليها العكسي خالص. وبالتالي الايجابيات لا تأتي ابدا دون الكشف عن بعض السلبيات، انما هو بس الخواجة دايما بيفهم اكتر من البني ادم، واحنا مش متعودين نسمع الكلام الحقيقي ده. بمعنى ايه؟ لما هو بيقول كده هو ما بيطفيش فرحه الزمالك ولا عاوز يغيظ جمهوره الاهلاوي، انما هناك جزء فني يتحمله طبعا. هو يعي تماما ان دي مباراه اسمها ديربي، اسمها كلاسيكو برانك خاص طبعا، انما ما دخل الاداره. يعني حتى وانت بتنوي تقليب الناس، طب ما دخل الاداره الاداريه في الجزء الفني ده؟ هل الإدارة الفنية يمكنها تشكيل الفريق؟ هل الإدارة الفنية يمكنها لاعب فلان وما تلعبش علان؟ إذن حدد الاختصاصات، حدد الزاوية، ثم اتكلم بقى وارصد أخطاء. أنا امبارح الحقيقة يعني كنت في حالة يعني يصعب فهمها، أكني مبتدئ في المهنة. ليه؟ من شخصيات كروية مش بس على المدرب او حتى جهازه الفني او حتى حد مثلا طلع يقول لا ان الاهلي يحتاج مثلا خبير، وده حقيقي خبير نفسي. الاهلي لو حبينا نشوف فيه جهاز طبي اجنبي ولما لا اذا لم تضق السبل امامنا، يعني لانه احنا كمان عندنا ناس بتخرج وبتشتغل في الخارج، ده مش عيب. انما فجأة ما يطلق عليهم خبراء، يتحدث ان هناك لاعبين في النادي الاهلي لا يستحقوا انهم يبقوا موجودين. الحقيقه كمان غير انه غير مقبول الكلام ده، معناه ان حضرتك كنت ساكت على الاقل 17 اسبوع، مش هقول لك بقى سنتين ساعه ما مضى الولد العقد او النجم العقد. صحيح. وبالتالي ايه تغيير الاتجاهات دي وايه مداعبه الجماهير ده يا كابتن هاني؟ وده حق للناس انها تعرف، حتى لا نصل لمرحله انك دايما تتكلم عن الجمهور والسلبيات وكأنك بتتكلم عن البنزين والكبريت. لا صحيح صحيح، ويمكن حضرتك اتكلمت في نقطه وانا برضو يعني من خلال كلامك طلعت ان كمان حتى المدير الفني لما بيطلع بيقول بيعلق على المباراه وبيقول رايه، خلينا نتكلم بكل امانه ان ممكن جدا يكون رايه مختلف، ولكن الراي اللي بيتقال لازم يحافظ على لعيبته، لازم يحافظ على، وده اللي اتعلم يعني انا اتعلمت الكلام ده، ان انا مش هطلع يعني ممكن اقول النهارده المباراه في بعض اخطاء، لكن ايه المشكله ان احنا لعبنا 20 مباراه ان احنا نخسر مباراه. انا اسف لمقاطعتك، دي من ثقافتنا، من ساعات احنا بنسمع في مؤتمرات، واسال اوزي، تسال مدير فني اجنبي خاصه لو قادم مع فريق ما تمصرش شويه، فتقول له ماذا، الاسئله بقى بتاعتنا اللي هي ما بتسالش الا هنا، ماذا ستفعل بعد ان انهزمت؟ اعتقد انت برك هتسمع الكوتش بتاعك وبيقول له سنذهب مثلا الى الدش والعشاء ونعمل غدا. هنا هعتبرها انا تريقه، لا كمان حمايه حمايه لعيبتك على فكره. انا عايز اقول لك هعتبرها انه بيتريق عليا، زي ان عندنا عمل وكذا. انا عايز اقول له انت ما لعبتش هاني ليه ولعبت القوصي ليه؟ انا عايز استمتع بكوني منافس فني ليه، ودي كوارث الحقيقه. لا طبعا منافس فني، خلينا نحط كل واحد في الاطار بتاعه. ممكن انت حضرتك بتتكلم فني بشكل معين وليك قدرات فنيه، لكن دايما الاداره الفنيه بترجع للمسؤول داخل الفريق وهو فايلر. فالثقافه دي كمان هنتكلم عليها ونفتح ملف فيها، انك حتى اداره الحوار ما بعد المباراه، ان المدربين بنشوف المدربين زيدان بيطلع يتكلم ازاي، جارديولا بيطلع يتكلم ازاي، يورجن كلوب بيطلع يتكلم ازاي، لازم بيحمي فرقته حتى لو خسران. دي ان شاء الله ده ملف نتكلم فيه. لكن طبعا يعني المدرب طبعا هو المدربين الكبار، وحضرتك طبعا اتعاملت مع ناس كتير بهذا الشكل، هم اللي بيطلعوا يتحملوا ده حتى لو شاف ان اللاعبين اخطاوا، حمايه للعيبه، يعني بيعتبر ان هو الحق الصد القوي بالنسبه للعيبه. لكن برضه باكد ان الواحد اللي مندهش منه هو الكلام حول ان البعض دلوقتي بيحاول يحسسك ان فرقه الاهلي حصل لها نوع من الانهيار الفني، وان لابد حان الوقت لتغيير جلد النادي الاهلي. يا عم ده النادي الاهلي من ماتشين ثلاثه كان اعظم فريق في العالم، وبيدمر اي فريق وبيكسر عنق اي فريق فنيا جوه الملعب. يعني يا جماعه الامور لا يعني لا تؤخذ بهذا الشكل، يعني مش مجرد خساره تخليك يعني تهدم المعبد على من فيه. الناس تهدى عادي جدا، وارد جدا اي خساره في العالم. برشلونه اللي هو من اعظم الفرق في العالم يخسر 8 وفي بطوله اوروبا، يعني ما فيش مشكله خالص. بتكلم يعني على المان سيتي خرج من ليون، يعني ما كانش حد متصور خالص 3-1 يعني رقم كبير. ليفربول بعد ما رجع من كورونا وكان خلاص شبه حاسس ان هو تلقى العديد من الهزايم بشكل غريب جدا، يعني ده بيحصل مع كل الفرق العالميه. وكمان ما فيش فريق في العالم بيفوز مدى الحياه يعني وبيكمل كل الهدف انك تحقق البطوله. تتعثر جوله، تعثر جولتين، تعثر ثلاثه، كل فرق الدوري المصري خسرت يعني من 3 هزايم على الاقل. يعني النادي الاهلي اول خساره ليه موجوده في البطوله. بس يا استاذ محمد برضو مهم جدا، وبناشد يعني الناس اللي بتشوفنا ان احنا هنا ما بندافعش على خساره النادي الاهلي. احنا عارفين كويس قوي ان في خساره وفي اخطاء، والاخطاء دي اكيد بتتصحح على الاداره الفنيه. النهارده كمان الكابتن محمود الخطيب واللجنه التخطيط قعدت مع فايلر، ده تصحيح اخطاء. فمش عايزين حديثنا يكون مبرر ان يكون النادي الاهلي اللي اتغلب علشان ليست مبررات. ما انا عشان انا بخاف لا الصوره دي توصل للناس. احنا بس انا بتكلم بشكل عام، ولو بقول الكلام ده لو في اي قناه انا هقوله، لو رحت في اي برنامج ولا طبعا هنقول نفس الكلام. ليه؟ لان احنا بنتكلم على رؤيه عامه. الخبراء الفنيين المحترفين اللي كان فايلر نجم التدريب في مصر فجاه اصبح مدرب فاشل، طبعا الكلام ده ما ينفعش مع اي مدرب او مع اي لاعب. يعني المفروض الامور تمشي بهذا الشكل. يعني انا بقول ان الخساره في هذا التوقيت تحديدا، لو بتكلمنا بقى جوه قناه النادي الاهلي، الخساره في هذا التوقيت مفيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وانا شايف ان الافضل ان الاهلي كان ممكن يخطئ افضل من كان يتعادل بهذه الحاله وبهذا الشكل، لان الاهلي لو كان كسب بهذا الشكل كان ممكن نروح مباراه الوداد وتحصل لنا كارثه في هذا الامر. يعني انت دلوقتي اتكشف عندك اخطاء في الدفاع، اخطاء في الطرف، الاخطاء الفكريه اللي عند اكيد فايلر هيراجع حساباته. هنناقش مع حضرتك وده مهم كمان جدا نتكلم فيه. نناقش. استاذ عصام كنت عايز تقول حاجه، تعلق على حاجه؟ مش مبررات بقدر ما احنا احترامنا للناس لازم يكون ان احنا بنحط له الماده اللي هنتكلم حواليها، لو دي مقدمه حتى لملف هنفتحه. هي الفكره مش حكايه ان الاهلي حين هنهزم وايه يعني، او ما هي مباراه مثلهم، لا خالص. لكن هي الفكره حتى اللي بيغير رأيه ده، لأنه لازم يعرف أنه وراه جمهور كبير بيتلقى منه وبيثق فيه. إزاي هو يطلق ده ويسيبه كده يا أخي؟ طيب إذا لقيت إرهاصات لما يحتاج التغيير الشامل في النادي الأهلي، أخطاء بتعتبرها فنيا كارثية، تمام، لكن اديها كتلة من المباريات. يعني ما ينفعش التصحيح مع كل مباراة أو طلب ثورة التصحيح بعد كل مباراة، صح التعبير. ما ينفعش تقول أنا عشان رايح الوداد لا بقى كده فايلر ما عادش نافع و8-6 لعيبة مش نافعين، إنما قول مثلا افتقد الأهلي في هذه الليلة قائد في الملعب. يعني أرصد لنا شوية حاجات حتى الراجل يستفيد منها، حتى الراجل نرصد مع حضراتكم أخطاء مثلا المباراة اللي فاتت. نبدأ بالتشكيل على سبيل المثال. هل ده كان التشكيل الأمثل لبداية مباراة نادي الزمالك؟ لا، يعني أنا من وجهة نظري ما كانش التشكيل الأمثل، وده الكل أجمع عليه، لأن مستر فايلر لأول مرة عنده 3 اللي هم بيلعبوا ديفندرات، سولية، ديانج، حمدي فتحي. الحقيقة اللاعبين ال3 يطمعوك إن ال3 تستفيد بيهم يعني، فربما أراد إن هو يستفيد بيهم فغير، فالتغيير ما جايش بالشكل المطلوب، ما جابش النتيجة المطلوب. ثانيا لما ما فيش القائد يا كابتن اللي موجود، اللي هو قفشه، ان كان يبقى موجود تحت المهاجمين، اللي هو يلعب الفرقه، يصنع لعب، يمرر، يعمل اللي هو عمله لما رجع نص الملعب. بالظبط، عمله لما رجع نص الملعب، ولما بدأ يعمله في نص الملعب كمان طلعه بره، فافتقد الاهلي اللاعب اللي موجود. احنا بنقول ادينا بنتكلم في اخطاء. انا بتناقش معاكم، قاعدين بنتناقش قدام الناس في اخطاء عادي جدا، ولو يعني تسمحوا لي كمان اتدخل واقول رايي. يعني هي الفكره كلها ان هو في الاخر هو الحاكم بامره كرويا، زيه زي اي مدرب، حتى الراجل الطيب اللي كان بيعمل فرقه في شارعنا وشارع القوصي. انما هو بس الناس دي ما بتقلقش من فكره التغيير، ما بيقلقش من فكره التجريب. مين ادراك ان هو مش عنده افكار مش جديده؟ لا، ان هو ان الاوان انه نجم زي احمد فتحي، بقولها لك بمنتهى الصراحه اهو، هو الراجل كيف ساعتمد عليه، بينما خلاص احترافيا هو نهايات ايامه مع النادي الاهلي كموسم، يعني ربنا يوفقه. وبالتالي هنا بقى فكرته دي لا يمكن احد ان يحاسبه عليها الا هو واللجنه الفنيه مدعوما بقرار وادارته حين تتحدث معه عن طبيعة النتائج. لكن أنا نفسي بس الناس تاخد شريحة مباريات كاملة بالضبط، يعني تقيم عمل على بعض. إنما امبارح لعيبة كتير بره الموضة، الله يرحمك كابتن جوهري وكلنا عاصرناه، أنت لعيبة وإحنا صحفيين، كان بيقول لك أما يبقى في 4-5 في الفرقة وحشين ما تكلمنيش عن الكورة. وماتش الجزائر أنا فاكر بعد ما الجون جه قال بقت ماتش اللعيبة، يعني بقى ماتشكم انتوا خلاص بقى، الدقيقه الرابعه بقى ماتشنا، لا ينفع يصفر لك مزبوط، ولا ينفع ينده لك، ولا تعالى كده ابو الهن ولا كذا. فهنا لو قاعد انا خبير محلل، احنا نحاول، انا مثلا والزميل عايز محمد القوصي، باقترابنا من كتاب الكوره، مش بان احنا نتكلم في 4-6-8، ان احنا نقول هو ما جراش اللعيب ليه 14 كيلو متر، هو لعب براجل وينج رايت واحنا ما شفناهوش قبل كده وينج رايت. لكن كمان انا عايز افرض صيغ، ما هياش شغلتي، لكن في اخطاء، في اخطاء. التشكيل بقى فرض عليه، هو نسى شويه، وللامانه برضه انه يصعد مثلا 2 لعيبه منهم العربي وشادي، ده الاسمين اللي عندي يعني. ان انت كان لازم يبقى جزء من عملك انك موجود يا سيدي، ياخدوا بوش مع الفرقه، برضه وجهه نظر تعد مراقب مش فني، هو ادرى بقى بشأن فريقه عايز يوديه فين. احنا بنتكلم بنتكلم وجهه نظر فنيه الاول، ان انا مراقب، وبالتالي انا اقول له انك انت يا ترى ما عملتش ده ليه، وكنت اتمنى ان الاسئله حتى تبقى من النوعيه دي. والنهارده كان في جلسه فعلا، وممكن وارد جدا كل الاسئله دي كان موجود النهارده. كابتن محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، لجنه التخطيط، الكابتن زكريا ناصر، في طرح اخر ما ينفعش اكيد بيتكلموا فيه، ما ينفعش تبقى بتدور على لعيبه وكل ذو عينين كرويتين، لانه اعتدنا ان انت وانت بتتكلم في النادي الاهلي الكلام يبقى واضح. 2 لعيبه، زي واحد زي محمد شريف، ناصر ماهر، يحتاجوا مراجعه منه، لكن هو المسؤول في الاخر. هل يتوافقوا مع اسلوبه؟ كلنا كنا شايفين ازاره، مثلا عمار حمدي، يعني جدا في لعيبه مميزه، معارين هل هو هيحتاجهم؟ ده فكر زي ما بيقول. هنا تطرح بقى، هنا تطرح ايه رايك في دوت؟ هنا بقى انا بطرح، كلنا شفنا ازاره، مش حسينا، مش حللنا، شفنا ازاره يعني مهاجم يعني يشق له الغبار، ومع ذلك هو شايف ان ده مش الانسب. طب انت تعمل ايه بقبل ان انت المسؤول عن الصفحه؟ مش حدش هيقدر يكتب الا الغوصي. وكل الناس بيقولوا ان ازاره كان يبقى موجود كان هيبقى مفيد اكتر، هو شايف ان هو مش موجود. انما ده حق الناس ان احنا نطرح عليها ده. احنا معاكم، احنا شايفين 2 3 لعيبه بره يغنوا الاهلي عن سؤال المحترف اللئيم، واخد بال حضرتك، والاهم ان هم جزء من كيان النادي لانهم ولاد النادي. وانا متاكد ان لجنه التخطيط بتقوم بدور، اعتقد ان دور مهم جدا، انه كمان زي ما احنا قلنا احنا لا نفرض قرار على صاحب القرار، لان هو فايلر هو صاحب القرار، لكن زي. كل عشان تعزه ازاي، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان حتى لما بننقد تشكيله او بنقول احنا من وجهه نظرنا احنا شايفين كذا، احنا برضه بره الملعب لان كنت مدرب وعارف، لكن خلينا برضو الحديث عن الاخطاء. على فكره انا بنقد طريقتك وما بديكش فرصه ترد عليا، يعني ايه انت ما لعبتش بعصام والقوسي ليه؟ بالظبط، وانت ما تعرفش فرصه عشان تقول لي اصل هم رجليهم وجعاهم او انا مزرجن معاهم. بمناسبه رجلينا وجعان عندنا قالب عليهم على طول، قالب عليك تاني، انت ما بتردش عليا ليه يا كابتن؟ بالمناسبه برضو اللعيبه والاصابات، اعتقد كان ليها برضو دور اصابات النادي الاهلي الكتيره في الفتره اللي فاتت، اثرت على الشكل الفني داخل الملعب، ويمكن اثرت كمان على الدكه شويه، ما كانش عندنا حد يقدر ينزل يأدي بشكل مميز، لكن كل ده هنتكلم مع ضيوفنا فيه بس بعد الفاصل. رجعنا مع حضراتكم، وكان حوار ساخن قبل الفاصل عن طبعا تداعيات هزيمه النادي الاهلي امبارح وفوز نادي الزمالك، وتاني بقرر مبروك لنادي الزمالك، مبروك ان هو كسب مباراه، اعتقد مباراه مهمه جدا في مشواره على المستوى المعنوي، لكن كان مهم ان احنا نقول كمان مبروك لنادي الزمالك. استاذ عصام واستاذ محمد، كنا وقفنا على التشكيل، وتسمحوا لي اتكلم في النقطه دي شويه، ان التشكيل من وجهه نظري زي ما انت قلت يا استاذ عصام ان كان ممكن جدا عنده فكره عايز ينفذها، انه بيلعب ب3 في نص الملعب، وارد. اللي انا شايفه ان الفكره دي يمكن اتطبقت في ماتشات قبل كده وهو عدل فيها، مستر فايلر عدل فيها، وكان شكل النادي افضل شويه، ان احنا دايما النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1 بيكون عندك طرفين. فبدايه من التشكيل اعتقد كان في اخطاء في التشكيل، مش اخطاء كافراد ان حمدي فتحي وحش او عمرو السوليه، لكن في توظيف اللاعبين ووضع كل لاعب في المكان المناسب ليه على المستوى الفني، على المستوى البدني، على المستوى الخططي، ان اقدر ادي في المركز دوت. انت شايف الجزء ده زي استاذ محمد؟ لا يعني الجزء ده هو التغيير اللي عمل ده ما تنفذش بشكل جيد، ما هو خلى عندك طرف فاضي جدا، هو الطرف اليمين كان فاضي تماما، محمد هاني ما كانش فيه اي دعم ولا اي مساعده ليه، انما حطيت 3 بقت الدنيا الاداء الهجومي بتاعك اقل كتير جدا يعني، بالرغم ان جات لك فرص وفرص مهمه جدا، ولو كنت حرصت وسجلت فيها كنت خلصت معاك بشكل كبير جدا، وكانت علتك معنويا، وكانت هزت المنافس بشكل كبير. رغم كل هذه الاخطاء الاهلي كان بوسعه مش يخسر المباراه 3-1، كان بوسعه انه يكسب المباراه ب3 كمان يعني، ودي مش مجامله للنادي الاهلي لو انت حسب، بس كان في النهايه محدش هيقول لك حساب فرص وفرص، مفيش مشكله يعني، لكن الاهلي لعب ووصل وكان ليه اداء رغم كل الاخطاء دي. فهو الراجل دخل وعمل التجربه بتاعته، والتجربه ما حققتش نجاح، اكيد هيعيد ترتيب اوراقه في الموضوع، اكيد هيعيد نظر كبير جدا في الامر ده، اكيد الخطه اللي كان بيلعب بيها قبل كده واللي كانت بتكسر الدنيا، وكان الاهلي دايما بيكسب 3 و4 و5، اللي هي 4-2-3-1 اللي كانت بتصنع لك جناحين قوي جدا وبتصنع لك ضغط هجومي قوي جدا، وكانوا حتى الديفندرات بيهاجموا معاك بشكل كبير جدا. اعتقد ان هو هيرجع، ما اعتقدش ان هو هيعاند ويصر على هذا الشكل، حفاظا على نفسه وحفاظا على النادي الاهلي، لان هو كمدرب اللي كان بيعمله قبل كده هيعمله، هو ما حصلوش تغيير، هو اللياقه البدنيه ما هبطتش فمش قادر، ده فكره هيجيبه، هيجيب اللعيبه اللي هتتنفذ، وهترجع لك اللعيبه المصابه، يعني عندك حسين الشحات ورقه مهمه جدا، اعتقد لما يرجع هيكون اضافه كبيره جدا. احمد الشيخ ان شاء الله راجع، احمد الشيخ لما يرجع يعني في اكتر من ورقه، كهربا بعد الوقف ان شاء الله يكون موجود، ربنا يكرم ان شاء الله كهربا لو رجع ان شاء الله بعد ما ينتهي الايقافات في ال10 مباريات دي، اكيد هيرجع. كل دي اوراق مهمه جدا غابت عنك يعني، فاعتقد ان ده هيكون ليه تاثير جدا في المرحله المقبله، وباذن الله اعتقد ان قبل المباراه المهمه جدا بتاعه الوداد هيكون الاهلي وصل للمستوى الكبير المهم اللي احنا نعرفه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا عايز نقفل بقى ملف النادي الاهلي خالص، لان انا في اعتقادي كمان على الجماهير كمان ان شاء الله باذن الله احنا بنقفل ملف اكيد في اخطاء، الاخطاء دي ان شاء الله تتصلح، في اداره فنيه مسؤوله عن الكلام دوت، كل اللي يهمنا دلوقتي نقدر نقول ولاد النادي الاهلي ان احنا سبورت للنادي، سبورت للعيبه، نديهم الثقه ان شاء الله باذن الله، لان اللي جاي هيكون اصعب ان شاء الله. واللي جاي يا استاذ عصام دوري، نشوف الدوري اعتقد طبعا. وعندك كمان ماتش افريقيا. هو الناس بس بيقلقها الجزء بتاع الفنيين. الفنيين بيطلعوا يقولوا كلام غريب جدا الحقيقه، غير بقى فكره التحول اصلا. يعني انت قلت انا بحاول ادي بطريقه، واكدها الاستاذ محمد ان هي نفس الطريقه، بس بدل قفشه حد شغلته الجناح، لكن ما هو قفشه قاتل فيها لغايه ما يرجعوا الراجل. انما مثلا ما حدش بيقول ان هو مش هكات هيغير طريقته، هيكون جهز اللاعب المناسب للطريقه اللي اكتشف فيها مين؟ بادجي. خلاص اهو اكتشف بادجي باللعب على الجناحين، بقى معاه مهاجم هيقدر ينجز المهمه. لكن الزمالك كان منظم بلعبه المعتاد من الراجل. طب ما انت قول للناس ده بدل ما تدخل الجمهور في عركه. ها انت ليه بتقول لماذا خسر الاهلي ما بتقولش لماذا فاز الزمالك؟ يا سيدي الفاضل، لو اتضبط يعني الاغلب الاعم من المحللين الادوات بما فيهم كمان حتى اللي بيشتغلوا مترجمين، وانا لازم اقول ده للناس مع الاجانب، احنا عاصرنا ناس محترمه كان بيترجم حبا في النادي مع هولمان يا كابتن هاني، كان بيقول بقى ينفع كده رمزي ده لعيب جاي لي بعد ما احترف في بروسيا دورتموند وهنا وهنا وهنا، وحطوا له في المدينه اسمها ايه كايزرسلاوترن تمثال جاي هنا ما بيلعبش، فاللي بيترجم يقول لك ايه لا رمزي هيتحسن وكذا. لابد ان انت تعرف ان الجمهور ده مش مدير فني، انت مش بتديله حصه في اكاديميه ولا كمان تغير له الواقع، لكن قول له كلام مهم من النوعيه اللي حضرتك اتكلمت فيها فنيا، ان الراجل ليه رؤيه من نوعيه. ومش بجامل استاذ محمد ان انت وانت بترصد تاكد للناس ان كل الحقائق دي ومنها السلبيات بيخرج منها ايجابيات. صحيح. ده حال المجنونه اللي كلنا بنحبها اللي اسمها الكوره. وكل دوت فرحنا بيه بعد عوده الدوري، بالزبط. يعني كل الكلام ده فرحنا بيه جدا، وما كناش هنقعد نتناقش، والناس ما كانتش هتتفرج على اهلي وزمالك، وكان الموضوع هيبقى صعب. لكن عوده الدوري وماتشاته اللي انا شايف ان بعد كل مباراه حتى المستوى البدني والفني بيزيد درجه درجه لصالح طبعا الكابتن حسام البدري ومنتخبنا القومي ان شاء الله باذن الله. يعني ده يكون سلمه زي ما هيكون ان شاء الله سلمه للاهلي انه بيجهز نفسه لافريقيا، والزمالك بيجهز نفسه لافريقيا كمان، الدوري بيجهز كمان لاعبتنا للمنتخب مصر. رؤيتك للدوري ناخدها في المربع الذهبي، وخلينا نقول المربع الاسود اللي تحت. يعني طبعا النادي الاهلي طبعا متصدر زي ما احنا يعني شايفين، متصدر ب 56 نقطة، الزمالك 42 39 37. بتكلم اهلي زمالك بيراميدز والمقاولين العرب. يعني ده الرباعي اللي شغال هنا كابتن. هتلاقي يعني عندك 7 فرق طبعا، الاهلي في المنطقه لوحده خلاص تبقى يعني ان شاء الله شبه محسوب بالنسبه له. عندك صراع على المركز الثاني الزمالك وبيراميدز والمقاولين، صراع كبير جدا، مع الاخذ في الاعتبار يا جماعه ان الزمالك هيخصم منه 3 نقاط في نهايه الموسم. طبعا ال 42 دول يعني هيتخصم يعني كده 39 بالظبط. ده مباراه الاهلي الدور الاول. بعد كده عندك المركزين السادس والسابع انبي وسموحه، تقريبا دول اللي نقدر المنطقه الدافئه لا تضم الا فريقين فقط، يعني دول موجودين. بعد كده عندك 11 فريق في صراع من اجل البقاء، وده يعبر عن قوه المسابقه وقوه الدوري. واعتقد ان المباريات المقبله هتشهد صدام عنيف جدا بين الفرق. يمكن اسوان كسب الماتش الاخير وكانت اضافه كبيره جدا بالنسبه له، طلع الجيش كسب كمان بالظبط يعني. لكن اي حد من المركز الثامن يا كابتن لغايه المركز مثلا ال 15، اي مكسب ممكن يطلع اي حد 5 6 مراكز. انت حضرتك بتتكلم يعني. المركز الثامن الانتاج الحربي عنده 24 نقطه، وعندك 20، وعندك المصري وادي دجله 20 نقطه في المركز الثامن. يعني ماتش واحد مكسب بيسلم الدنيا الاخير 8 نقط كمان يا اوسم، من الثامن للاخير الفرق 8 نقط، ففعلا هيبقى صراع رهيب. لا يعني. فاحنا داخلين اعتقد ان الامور هتبقى جامده جدا، وده هيكون زي ما حضرتك قلت للمنتخب والكابتن حسام البدري بشكل اقوى. كل ما المنافسه اشتعلت، المنافسه اللي في القاع اكبر كتير جدا من المنافسه اللي في القمه. منافسه القمه خلاص شبه تقريبا منتهيه، لكن ده مش معناه كمان ان الدوري حسم بالنسبه للاهلي. حضرتك برضو يا كابتن هاني قلت جمله ان الهزيمه دي بتدي الاهلي اصرار ان لسه في مشكله عندك، لازم تقاتل من اجل حسم البطوله بشكل نهائي، لان لا قدر الله لو حصل تراخي في ماتش او اثنين او ثلاثه تاني زي كده ممكن تحصل لك مشكله في المسابقه. مشكله في عدم ثقه، وانت خلي بالك مشكله عدم ثقه دي اهم، يعني انا في رايي اصعب حاجه. المشاكل الفنيه بتتحل لكن انك تخش في مشكله عدم ثقه ده مش كويس. كمان انت بتبص طبعا للزمالك، الزمالك فاقد في الثلاث مباريات اللي عدوا فاقد 4 نقاط. تخيل لو كان زيك كسبان ال4 نقاط وكسبك في الماتش ده كان ممكن يعمل ضغط كبير جدا عليك يعني. فانت محتاج طبعا بالنسبه دي افاده كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان يفوق من هذه المباراه لما هو قادم سواء محليا او افريقيا يعني. فانا اعتقد ان المرحله المقبله ستشهد منافسه كبيره جدا من كل الفرق، فكل الفرق اللي هتقابلك بنفس الشكل وبنفس المستوى بنفس الاصرار بنفس الحماس، لان بقدر ما هو عايز يعمل كمان مباراه قدام النادي الاهلي هو محتاج ال3 بونت منك اساسا يعني. صحيح. ففي صعوبات كبيره جدا، القادم فعلا صعب جدا، واعتقد النادي الاهلي مش من الفرق اللي ممكن ضربه يعني تقطم وسطه او توقعه. دايما النادي الاهلي في سنوات كتيره جدا والتاريخ بيقول كده، النادي الاهلي يعني مش ما بيكرش بعدها. النادي الاهلي الضربه بتقويه فعلا. بالظبط، بيقف ويرجع تاني على رجليه، تلاقيه الماتش جاي بشكل مختلف ويلعب وينتصر ويعود لانتصاراته، تبقى الامور عاديه جدا يعني. استاذ عصام، رؤيتك في المقعد الافريقي، احنا بنتكلم طبعا في بيراميدز موجود، في المقاولين العرب موجود، الاتحاد السكندري ممكن يعني بعيد شويه لكن ممكن يخش الحرب على المقعد الافريقي بالنسبه طبعا للكونفدراليه، ده برضو بيكون مهم جدا لبعض الانديه وخاصه المقاولين يعني. انا امنيتي انه الاتحاد السكندري وبعده المقاولين الحقيقه، لانه احنا اللي جاي لازم يبقى ضمن ملفاتنا الانديه الجماهيريه يا كابتن. ده هنعمل ان شاء الله فعلا حلقه ان شاء الله، لانه لا يوجد في العالم النموذج اللي يطبق مصري ده، زي ما قلنا على الفار وسنينه اللي لازم يتفتح ملفه، لان المنافسه الحاميه دي تحتاج عدم ذهاب جهد الناس سدى. لازم البروتوكول يبقى مترجم ومعلوم، مش مرة يقولوا الراجل بيقف عشان يسمع وبعدين يروح، ومرة تاني يقولوا لا ده بيروح الأول وبعدين يقرر هو والزملاء في الكابينة، ومرة تالتة يقولوا أصل مفيش كهرباء. دي إساءة البلد اسمها مصر كرويا وغير كرويا، وبالتالي أدواتك يا كابتن هي اللي لازم تتراجع كويس قوي لضمانة المنافسة الأكثر شراسة دي وحمايتها، لأنه هذا هو تسعير الدوري يا كابتن وبقائه، في ظل إن إحنا يفترض إن إحنا الدوري اللي يبقى الأهم عربيا وأفريقيا، والجزء الآخر هو ملف يسمى اللعب المالي يا كابتن، واللعب المالي يساوي فورا أندية جماهيرية. ما دون ذلك مش موجود الموديل ده في العالم بمنتهى الصراحة، ولا كان السيد عبد الرحمن بن منصور بن زايد ربنا يوفقه ما كانش اشترى المان سيتي، كان اشترى نجوم العالم وعمل نادي، ولا كانت شركه طيران عربيه كلنا بنحترمها ما عملتش استاد باسمها، كانت اشترت نجوم العالم وعملت فريق. لكن هيسوق منين يا كابتن؟ انا وحضرتك والاستاذ اوصي هنشتري تذاكر للانديه دي، هنشتري شمسيه، وانا اسف ان حوار مكرر من العبد لله يعني، هيهم البث انه يديني فلوس زياده عشان عارف الريت بتاع جماهيري قد ايه. ده ملف خطر على صناعه اسمها كره القدم المصريه، بضمانه المنافسه اللي ودانا ليها الاستاذ محمد، واللي حضرتك نتاجها لاعبا ثم محترفا وهكذا. اعتقد انه اوان مناقشه كيفيه الحفاظ على دوري كلنا عايزينه يفضل على السخونه. لا كمان يعني حربه ان احنا نحافظ على دوري، وان احنا نقيم الدوري ونعظم فيه، ونقطة ربطتها بأسعار اللاعبين وعقود اللاعبين وكيفية انك بتتعامل مع لاعبين وعقودها الى حد كبير اكبر من الفاليو بتاع الدوري المصري، ده مهم جدا. والنقطة كمان المهمة والاكثر اهمية عودة الأندية الجماهيرية داخل مسابقات الدوري الممتاز، ده شيء مهم جدا. ضمانة الصناعة مش بس مهم، ضمانة الصناعة. صحيح. لا وكمان متعه كره القدم مين الزبون يعني في التسويق. انا بتكلم بقى في الصناعه اللي هي كل الناس هي ليه بتخلق جماهير متعه، لانه فيها عاملين وفرص عمل وكلام كبير قوي والله العظيم، وبالتالي دي ضمانه الصناعه. كنا في ايام حضرناها كده تلاتتنا بيبقى يوم مش يعني ما يعديش بالسهل. على مين بقى؟ على الاهلي والزمالك، في المنصوره اوصي وفي المحله وطبعا اسكندريه وبورسعيد وكده. انا بكلمك على اللي مش لاقي لهم على الترسانه. انا عايز اعرف انت ليه رايح تستثمر فوريفر كده وما تقوليش فين الشركه دي، بينما يكفيك ان تضع اسم على الترسانه مثلا. وتبقى شراكه معاه، على السويس يا عم وتبقى شراكه معاه. الملف ده ملف كبير جدا، الملف ده غايه في وان شاء الله يعني توعدونا تكونوا موجود معانا ان شاء الله. كرة القدم في البلد دي واللي بيسمع في الاقتصاد العام يا كابتن، ده مهم، ده مهم جدا، عشان كمان ضروري نحب نكون الترسانه موجوده، غزل المحله موجود، النادي الاولمبي، يعني كل الانديه الكبيره اللي انا يعني وانا بلعب لعبت ضد الاولمبي، وكان استاد القاهره كان فيه 80,000 متفرج بتتكلم على مباراه ما كانتش مذاعه، فطبعا الجماهير عايزه تروح تتفرج على نادي الاولمبي، بنتفرج على طبعا الجماهير اللي بتديك حياه في الملاعب. انت لو جيت لعبت فيه ماتشات، يعني لو رجعنا افترضنا رجعنا الجماهير بكامل قوتها دلوقتي للدوري المصري، هتلاقي فيه ماتشات في الدوري المصري بين فرق ما فيهاش 200 واحد، ده حقيقي، يعني فرق بلا جماهير، فرق اسماء، وممكن الفرقه دي تبقى كويسه وفيها لعيبه وعندها فلوس وبتصرف، لكن مش هيبقى ليها وجود جماهير في الهجوم. فالنقطه اللي قالها الاستاذ عصام دي نقطه مهمه جدا، الانديه الشعبيه لازم تبقى موجوده، لازم تبقى مدعمه ويستثمر فيها، هي تستثمر، هي دي الشراكه الحقيقيه يا جماعه. يعني زي ما هو قال لك ان راح اشترى المان سيتي، راح عمل فرقه جديده مثلا، يعني مش هينفع يعمل فرقه جديده باريس سان جيرمان، صح يعني، بس كمان خلينا نتكلم بكل امانه ان انا مش هستنى كمان المستثمر يجي لي، انا كمان على الانديه ديت لازم نشتغل بشكل بروفيشنال شويه. ايه اللي ممكن نساعدها؟ عندها موارد، هجيب موارد منين؟ لان في اعتقادي لو اشتغلوا بشكل اكثر احترافيه، لا عندهم ممكن موارد، تمام، لكنه كمان محتاج اللي حابب يستثمر في الكوره، ما هي بتبقى فرص زي ما الدوله كده بتطرح اراضي للصناعه واراضي مزبوط. في شرم الشيخ والغردقه وكذا، اصلا دي كمان افكار مطروحه، خاصة إن البلد متحركة لقدام في عنوانها مصر الجديدة ده، وبقت بتنقي الطريق نحو استثمار والشباك الواحد وكذا. ده كلام في الكورة مهم جدا يا كابتن، لأنه أنت في الآخر يعني ما اللعبة خطيرة قوي على فكرة. ليه؟ تقول له أنت بتكسب منين؟ يقول لك كسبانين 80 مليون، ليه؟ زايد على لعيب وباعه يا قوسي ب 80 مليون لحاجة نادي شعبي كبير زي الأهلي والزمالك. لا لا لا. طيب حد ساله بقى اللعيب ده دخل لك كام لما اشتريته بجنيه او بمليون؟ بعت التيشيرتات اكتر؟ لا، بعت التيشيرتات اكتر قبل بعته هو بكام؟ البث التلفزيوني اول ما عرفوا ان رمزي وقوسي وشلتوت جم بدا يفاوضك على ريت اعلى وكذا. الموضوع كبير قوي ومهم قوي، وانديتنا الشعبيه في كل تشكيلات مصر، ولاحظ ان كل العالم وانت لعبت في المانيا من العيب انك تكون في محافظه ما بتشجعش فريقها حتى لو بتشجع واحد من الكبار، لكن طبعًا. يوم ماتش كايزر وقع سودا لو واحد بتاع بايرن مسكوه بقى خاين. ده اللي كان بيحصل في المحله وفي المنصوره العظيمه وكذا. انا بكلمك في قصه اقدر ان تفتح هنا، لان دي المؤسسيه اللي دايما كانت بتعمل طفره هي النادي الاهلي. ان شاء الله نوعد حضراتكم، الملف ده مهم جدا ونناقشه، لان ملف كبير ويخص بس مش انديه الشعبيه بس، يخص كمان اقتصاد البلد، اقتصاد البلد، لان دي فخلينا نروح لجزئيه ثانيه خالص. الكابتن حسام البدري، الكابتن حسام البدري مشكورا يمكن قعد مع اللجنه الخماسيه وكان بيتكلم ان هو، انت عارف طبعا الفيفا حطت مواعيد اجنده دوليه في يناير ونوفمبر، فطبعا ده عمل جزء او مشكله للجنه الخماسيه، لان احنا قلنا الدور هيخلص 30 اكتوبر يمكن اول نوفمبر، فالكابتن حسام البدري قال خلاص ممكن جدا استغنى عن معسكر من معسكراتي في شهر اكتوبر على ان ياخد اسبوعين في معسكر نوفمبر. الموقف منتخبنا ازاي في الفتره اللي جايه وطموحات الكابتن حسام البدري؟ يعني بالنسبه لمنتخبنا احنا مقدمين على التصفيات الافريقيه كاول حاجه لينا، ودي موقفنا فيها الحالي دلوقتي موقفنا مش كويس، لان احنا لعبنا ماتشين خدنا نقطتين، تعادلنا مع كينيا وجزر القمر يعني. فطبعا مهم جدا ان الامور تنضبط بالنسبه للكابتن حسام البدري، بالنسبه للدوري، بالنسبه للمعسكرات، لانك انت ما قدامكش حل غير انك انت تكسب كل الماتشات اللي جايه ان شاء الله علشان تقدر التأهل. هيبقى موجود باذن الله، مفيش مشكله، هتتأهل تحت اي ظرف من الظروف يعني، لكن مش منتخب مصر اللي اتحط في مأزق بسبب النتائج اللي حصلت دي. اعتقد ان اللجنه الخماسيه هتعمل حساب ده، لكن في النهايه انا من وجهه نظري ان استمرار الدوري هو الاهم والاقوى، هو اللي هيجهز لك اللعيبه بشكل افضل، انك بتلعب ماتشات ومنافسات واحتكاكات قويه، والفرقه كلها داخله على محطات صعبه جدا ما بين البقاء وبين الخروج من المسابقه. اعتقد ده هيعلي اللياقه البدنيه، يعلي اللياقه الفنيه للاعبين، ممكن يظهر وجوه جديده للكابتن حسام البدري، يسد له عجز في بعض المراكز. اعتقد مهم جدا ان ده يستمر، بالاضافه الى معسكر مثلا في اضيق الحدود يقدر يتعامل بيه ويجمع اللعيبه ويقف عليهم ويحصل نوع من التجانس والتفاهم والانسجام، لانه مهمه جدا المعسكرات حتى لو كانت مهما كانت محدوديتها مهمه جدا عشان تعمل النوع من التقارب بين اللعيبه ده والتفاهم في التدريبات والمعيشه ويعرفوا طبعا كابتن حسام ايه فكره طبعا يعني ازاي عشان يقدروا ينفذوه. هو يقدر عنده بعض الافكار يزرعها جواهم وبعض الخطط اللي يقدر يمرنهم عليها بشكل كبير جدا، فده مهم جدا ان يعتمد عليهم. مهم جدا اتحاد الكره يتاح له فرصه، طبعا هو من حقه، لان مش معقول هو هيفضل قاعد كل الوقت ده لغايه ما تيجي الاتحاد الافريقي يحدد المواعيد وبالتالي ما يلاقيش اي حاجه. خلي بالك انه الكابتن حسام البدري بخبرته وانه اشتغل مع جانب ثم ارتقى لرتبه المدير الفني، الحقيقه هو اللي اختار زي ما الاستاذ اوسي قال او اشار انه يلعب اكتر، لانه حتى الماتشات الوديه هتبقى فيها صعوبه شويه، خاصه مع مستويات انت حابب تتدرج معاها او تجيب من فوق او من النص، وبالتالي سمح باستمرار الدوري على ان يلتقط معسكر لألفت بقى الخطه زي ما انتم بتعملوا، الخطه اللي هتلعب عليها، واذا كان في لعيب داخل على جسم الفريق جديد او كذا. كنت اتمنى بقى ان اللي بيدير يبقى عنده لجنه فنيه تبقى ناقشت ده من بدري مع حسام البدري، مش دلوقتي تيجي تنتظر ويسموه ايه كما قرر المدير الفني. لا، الموضوع كتله على بعضها، لكن الحقيقه اللي عمله منتهى الاحترافيه، انه يختار استمرار المسابقه لمصلحته ثم لمصلحه تيمو، ليه في وقت نظر فيه التوافق على مباريات خلاص، يعني لا زالت الدنيا ما اتفتحتش كما كانت، وان شاء الله تعود يا رب العالمين. وبالتالي دي الاختيارات المحترفه، لابد ان اداره المحتوى تبقى على نفس القدر يا وسي من الاحتراف ده. لازم منتخب مصر اللجنه الفنيه ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان دي لازم تبقى اساسيه موجوده في اتحاد الكره عشان تدير ملفات كبيره جدا ومهمه، يعني او مدير فني يا جماعه. المدير الفني موجود، بس مع احترامي الكابتن محمود سعد عشره، لكن ده هو اللي بيقول لك انا ماليش دعوه بالفريق الاول ولا المنتخب الاولمبي، انا من بعد دول ولا المنتخب الاولمبي كمان. طبعا لا، ما طبعا اصل طبعا علامه استفهام. هو اي مدير فني في العالم بيبقى مسؤول عن كل المنتخبات، يعني منتخبات الناشئين والاولمبي وحتى المنتخب الاول طبعا. بس يا سيدي ولو انه بيبقى قاعد معاهم وهم بيتكلموا بالبلد، يعني المدير الفني يا كابتن بيشتغل لوحده ولا معاه لجنه المفروض بيشتغل عليها؟ المفروض مشكله، المفروض لجنه. هو رئيس الاداره الفنيه في اتحاد الكوره بالظبط، معاه لجنه تمام بتشتغل وبتناقش. مثلا الكابتن حسام البدري عنده معسكر مع فريق كذا، فبتبدا تقعد والله ده المهم، حتى على المستوى مع المدير الفني. ايوه، تيم وورك مع المدير الفني، احنا مفتقدين ده. يعني انا افتكر في 2006 وقلتها كذا مره، ان يعني ماتيا زمر كان ده لعيب كبير وكان ماسك المدير الفني للاتحاد الالماني، هو اللي بيحط اوريدي، هو اللي بيحط الخطه المستقبليه طبعاً الفنيه طبعا يا كابتن لقطاعات للمنتخبات، وبيكون في مناقشه واضحه مع المدير الفني للمنتخب الاول في الاستراتيجي الفني بتاع المانيا رايح فين بالزبط. لكن الراجل بقى يجي لوف يختار هاني وعصام ومحمد، ده موضوع تاني، ما هو ملوش دعوه. لكن الاستراتيجي ده ما انت كل الحاجات هنا بتدار كده زي ما وصفت لك امبارح، ناس دخلت وناس جت وناس ما جاتش، وكان في مدعوين خصوصي وحاجات كده، لانه يقول لك صرح فلان، ما فيش حاجه اسمها فلان، في ادارات على الارض، في بلد بتتغير بالزبط. اولا ان الكوره اول حاجه تتغير فيها، كرة صناعه بهجه يا كابتن وصناعه امن قومي يا جماعه، لابد ان هي تبدو في ابهى تطوير ليها، وفرصه ان الفيفا رضا مقابل اسم مصر ان لوائحك تبقى مطابقه. انا عندي سؤال مهم، هم ليه ما بيترجموش ال5 الاتحادات الكبرى عربي وتبقى دي اللائحه المصريه؟ انا مش قادر افهم، لانه ما شفتش اتحاد من ال5 الكبار والكل، انا بجيب لك بس الاخر، يعني كلهم نفس الحاجات، والله ما في خلاف غير ان ده بالالمان. ويستفيد ليه يا محمد؟ ده هي محطوطات الفرق ان ده بالالماني وده بالانجليزي وده بالفرنساوي وده بالاسباني وده بالطلياني. تقصد ان في مبادئ اساسيه كل ماشي عليها وعلينا ان احنا على الاقل لو ما عملناش مبادئ خاصه بينا على الاقل والا ما كانش الفيفا قال انه جايب لجنه لتواكب الاداره المصريه منظور الفيفا. لا هو حضرتك بتتكلم مظبوط، والحته ان احنا دايما يبقى عندنا منظور وعندنا لجان وعندنا خطه مستقبليه، دي عندنا مشكله شويه فيها خاصه في كره القدم. أيوة. يعني الخطوط او الخطط المستقبليه او تنظيم المنظومه من الداخل، تنظيمه احترافيه. وليه لا كنا ممكن في خلال سنتين ثلاثه نجيب المان ونجيب انجليزي يشغلوا ويدوروا الدنيا ويورونا، مش عيب ان كمان والكوادر اللي طالعه تتعلم منهم لغايه ما، يعني هو ده كله ده مش عيب يعني خالص خالص. ولدينا خبراء بيشتغلوا في كل المجالات في كل العالم، يعني مش عيب لما نستقدم ناس زي ما بنصدر ناس، يعني ما ده مش عيب. وان شاء الله نتمنى يعني الفتره الجايه تكون افضل. ممكن يحصل لو كان عندك نيه لاصلاح منظومه كره القدم. ايوه اذا توفرت هذه النيه وتخلصت من، مش هقول الانانيه، يعني اشتغلت لمصلحه البلد مش لمصلحتك ولا لمصلحه الجمعيه العموميه، لمصلحه الكره في مصر، فتقدر تجيب خبير الماني انجليزي يدير. على فكره مش عيب، انت المدير الاداري، هات واحد يدير فني، هات واحد يخطط للمسابقات، هات واحد يحط لك. هو ليه الدوري الانجليزي عارفين ميعاده اللي لسه ما بداش هيبدا الساعه كام وهينتهي الساعه كام، وليه احنا كل سنه بنحط في الورطه دي؟ ليه احنا دايما كل سنه في نفس المشكله؟ ما ده سوء تخطيط، ما عندكش خطط طويله الاجل. يعني اعتقد ان الامور كلها واضحه، انت تخطط لمستقبل كره القدم، تحط خطط طويله الاجل وخطط قصيره الاجل، ويبقى عندك اهداف عارف انك انت عايز بتسعى لها وتوصل ليها. اعتقد ان ده لو كان موجود وفي اتحاد كوره اشتغل بالشكل ده وتخلصنا من المجاملات والمحسوبيه والحاجات دي، ولا جامل النادي ده ولا جامل النادي ده، هشتغل لمصلحه الكوره في مصر، اعتقد ان احنا نقدر نوصل لمستوى كويس جدا عالمي. يعني اذا رحت بده لمساحه زي ما بتشعر جماهير الاهلي والاغلب العام من محبيها، تعرف هو ليه دايما بيبقى حواليه حزام نار، لانه هو اللي دايما بادئ فكره التطوير. ومن ثم انت كده بتضايقنا، انت كده بتطلب بالنموذج العالمي يا عم احمد، انت بتطلب ان احنا نبقى زيك، صح؟ واحنا مش عايزين نبقى زيك، لا احنا عايزينك انت تبقى زينا. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انا عمال اطرح ده كله عشان في النهايه، يعني مش في نهايه البرنامج، يعني واحنا بنناقش ده نقول هو ليه الحكايه دايما بتبقى مش عاجب اللي بيدير راي النادي الاهلي، لانه في الاخر هو الحكايه سهله. انا عايز اعرف ليه الناس تعكف على لائحه بينما في 5 لوائح عظمى بتدير العالم. انا مش سؤال فاهم لازم نناقشه، لكن خلينا اروح معاكم، يعني مش هروح لبعيد قوي، يعني قول مثلا من 2010 2008 2006 كان دايما الشارع المصري تقول له مين منتخب مصر مين هيلعب بكره، هيقول لك ال11 لعيب. هل احنا دلوقتي عندنا قوام نقدر نقول نحط مثلا 13 لعيب منتخب مصر، ولا الامور بقت ضبابيه بشكل كبير؟ لا عندنا طبعا، عندنا قوامين لو هنتكلم على الاعداد يعني، لكن ما عندناش نظام، ما عندناش انتظام، ما عندناش تلنيك. انت لا تعرف اين هو منتخب ربيع ياسين. انا بقول لك كلام وانا مسؤول عنه، والكابتن ربيع انت عارف اما نتكلم في حاجه زي كده مثلا، والاستاذ محمد اول حاجه يعملوها يشوفوا مين اللي قال لنا الكلام ده. يعني اول حاجه، وانت عشت تجارب منتخبات، يدوروا وانت سربت المعلومه دي ازاي. الراجل مش لاقي حد يسال فيه، مش لاقي اصلا اي خطط يقدمها عشان يتوافق عليها. المساله كلها عمل فردي، مين يقدر ما يرصدش ان البلد دي مليانه مواهب؟ ده الف بيه، خلاص بقى مش هنناقشه كتير. وبالتالي عندنا اكثر من قوام، لكن احنا عايزين قوام يعني نبقى ماشيين في الطريق السليم يا كابتن هاني. ده بس الفرق، مش اي حاجه تاني. واول ما الماكينه بتظبط بنسبه وبيجي ناس نصف اهتمامهم المنتخبات وكذا، اللي هو العمل الخاص باتحاد الكره، لا هو الدوري ولا كذا. ده احنا كل سنه بنأجل حكاية رابطة المحترفين، مع ان الدوري ده يفترض انه دوري المحترفين المصري على فكرة. صحيح. وبعض الاندية اللي بتشارك ما دون الاهلي ثم الزمالك معاه ورقة ان وفق اوضاعه، دي برضو ما تسمعهاش الا في مصر عشان الكاف يقول لك اصل وفق اوضاعه. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ده ملف كمان ده مهم جدا، رابطة المحترفين وازاي يبقى الدوري المصري دوري محترف. يعني في نهايه حلقتنا كانت بجد انا استفدت جدا وكنت سعيد معاك بجد والله يا استاذ عصام. استاذ محمد طبعا شرفتنا دايما وبتنورنا وعلى وعد باذن الله الملفات المهمه جدا وخاصه ملف الانديه الشعبيه ان شاء الله تكون على طاوله البيت الكبير وكمان ملفات كتيره جدا جدا وكل ده لصالح الكرة المصرية ولصالح بلدنا ولصالح اقتصاد بلدنا إن شاء الله. إن شاء الله نورتونا وشرفتونا والفقرة اللي جاية إن شاء الله أسطورة من أساطير النادي الأهلي الكابتن شطة مع سام بعد الفصل. من النجوم الكبار اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا ورائعة جدا للمارد الأحمر السوداني المصري عاشق مصر. النجم اللي أفتكر عم عبده البقال اللي أخده في 73 وحبسه في بيته علشان ما يروحش في حتة ويوقع للأهلي. أفتكر عم عبده كان عنده بعد نظر قوي لأنه أفتكر برضو كان عارف أنه شطة هيكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية. كابتن شطة برحب بيك ومنورنا. مساء الخير يا كابتن. طيب مساء الخير. مقدمة حقيقة أول مرة من عنصر نسائي. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ منورنا يا كابتن حبيبي. شكرا. منورنا يا كابتن طبعا. أشكرك جدا. منورنا أنت وحشني طبعا على المستوى الشخصي ومنور البيت الكبير بيتك وعلى المستوى طبعا طبعا ما ترددتش أبدا والله لما بعتوا لي. وحتى ماتش باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ كان شغال وانا في الطريق جاي للبرنامج. خلص 1-0. طبعا خلص 1-0 الحمد لله. انا بالنسبه لي الحمد لله. لا طبعا منورنا يا كابتن. حضرتك قيمه كبيره جدا في على مستوى اللاعب على مستوى كمان على مستوى الفني وعلى المستوى كمان الاداري. حضرتك كنت المدير الفني للاتحاد الافريقي. اعتقد ده يعني مسؤوليه على مستقبل الكره الافريقيه من خلال هذا يعني التايتل وهذه المسؤوليه الكبيره في الاتحاد الافريقي. فهنتكلم مع حضرتك كتير جدا، هنتكلم في كواليس كتيرة جدا، بس نطلع تقرير ونرجع مع الكابتن العظيم الكابتن شطة. عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطة واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي رفقة مجموعة من اللاعبين الذين لا يمكن نسيانهم في تاريخ القلعة الحمراء، وعلى رأسهم الأسطورة محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي. ولعل ما لا يعرفه الكثيرون عن نجم الأهلي السابق والسكرتير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم شطة أنه سوداني الجنسية، لكنه منذ أن دخل القلعة الحمراء أصبح مصري الهوى، كما أصبح واحدا من اللاعبين المحبوبين لدى جماهير المارد الأحمر بفضل أدائه الرجولي ومردوده الرائع داخل الملعب. جمال عبد الحميد اللي هيرفع وسابها شطة، مشي شطة كويس ورفعها ولد شطة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1952. بدأ حياته الاحترافية كلاعب كرة قدم في صفوف نادي التحرير السوداني وعمره 18 سنة، وظل به خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 1972. وفي ذلك الوقت بدأ أيضا دراسة الهندسة في جامعة الخرطوم. في عام 1973 انتقل شطة إلى مصر لمواصلة دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعرضه لاعب الهلال السابق ذو الأصل الأرمني السوريين اسكندريان على المجري هيديكوتي المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت، فأعجب بإمكانياته الفنية لكنه اعترض على قصر قامته وضعف بنيانه. وهنا كان دور الجنرال محمود الجوهري الكبير في حياة شطة، حيث كان مدربا عاما للأهلي واستطاع إقناع هيديكوتي بقدرته على تطوير بنيانه وأدائه مع الفريق. وداخل أسوار القلعة الحمراء وخلال 10 سنوات من عام 1973 وحتى عام 1983 عانق شط المجد، فحقق لقب بطولة الدوري الممتاز 5 مرات وكأس مصر 3 مرات، كما كان ضمن الكتيبة التاريخية التي حققت أول لقب دوري أبطال إفريقيا للأهلي في عام 1982. كما اختير أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر أكثر من مرة، بعدما وظفه هيديكوتي في هذا المركز الجديد على الكرة المصرية في تلك الفترة. اللحظة الحاسمة اللي هو قرار اعتزال شطة ويودع فيها الملاعب. وفي نهاية موسم 82-83 أعلن شطة الاعتزال ليبدأ مشوار التدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ووصل شطة لمنصب المدرب العام مع الإنجليزي آلان هاريس في موسم 93-94، وفي هذا المركز خلال موسمين حقق مع الأهلي لقب الدوري الممتاز 2 مرات ولقبا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. مسيرة رائعة لكابتن شطة، وهنتكلم عن مشواره وتاريخ حضرتك الطويل جدا اللي لا يكفيه صراحة هذا التقرير يعني. لكن الأول وفي البداية حابة جدا أعرف رأي حضرتك بعد طبعا مباراة القمة امبارح والمهمة اللي اتصعبت على مستر فايلر، تقول إيه عنها؟ أنا المباراة طبعا بالنسبة لي من المباريات اللي بتبقى فيها إخفاقات من خلال توظيف اللاعبين وأدائهم الفردي، يعني كلها أخطاء فردية. الأخطاء اللي حصلت في هذه المباراة من الدفاع أخطاء فردية، لكن إحنا طبعا اتعودنا في حياتنا إنه دايما لما يعني عندنا مباريات مهمة ويحصل لنا إخفاقات العودة بتبقى سريعة طبعا، وبتبقى كمان الريكفري بيبقى أقوى، ودايما بنحس بالالم اللي بيحس بيه الجمهور. فدايما من قبلينا من 48 اول بطوله دوري لما النادي الاهلي كان بيكسب على 10 سنوات لحد 58، وبعدين خسر في الستينات، لكن بعد السبعينات بقى طفره كبيره 10 سنين، وبعد كده بقى بتخش في الحاجات دي. فالريكفري دي او الريتيرن ده مهم جدا بالنسبه للاعبين، لازم يحسوا الاحساس ده انه المباراه كانت فيها انلك بالتاكيد. التوفيق كان الحقيقه بعيد تماما عن كرات كثيره جدا كان النادي الاهلي ممكن يحقق بها المكسب، بس طبعا في كل مباراه لولا هناك اخطاء مش ممكن فريق يكسب او يخسر الا من خلال اخطاء موجوده في الفريق. فطبعا الاخطاء موجوده وواضحه جدا، مش محتاجين نتكلم عنها، كلها اخطاء فرديه نتيجه تمركز دفاعي، نتيجه ماركينج، نتيجه الحقيقه عدم الالتزام بالنواحي الخططيه، يعني في امور كثيره جدا الحقيقه ارتبطت في الحته دي. لكن انا بعتقد انه زي ما حكى كابتن محمود الخطيب انا شايفه يعني اجتمع باللاعبين، يا جماعه احنا يعني وقعنا وقعه صغيره، لكن لازم نقوم بسرعه، ومن خلال هذه المباراه نستطيع ان نصحح الاخطاء بشكل افضل ولرب ضاره نافعه. وانا كنت بتكلم يا كابتن شطه في نقطه مهمه، وحضرتك طبعا لعيب كبير ولاعيب دولي ولاعيب يمكن قضى كتير وسنين في النادي الاهلي. اللعيب ساعات في وقت من الاوقات بيحتاج يخسر، ودي نقطه الناس بقول لك يمكن ما تفهمهاش، لكن في وقت من الاوقات اللعيب محتاج يخسر علشان وخاصه في النادي الاهلي. انا عارف وحضرتك اكدت على الكلام دوت ان ولاد النادي الاهلي متعودين ان بعد الخساره بيكون في نوع من مش عايز اقول غل ونفسهم يلعبوا الماتش الثاني ده بكره بالتاكيد. انا بعيد عليك في الكلام ده، لو احنا زمان كنا لما تحصل نحس ان الفرقه يعني فكت شويه نتيجه برضو انت عارف اللعيب برضو مراد بيمر بفتره اسمها فتره الزهو او الانتشاء، المكسب ورا المكسب مطمن، والمكسب ورا المكسب بيخليكي عارفه ريلاكس، بيخليكي مش مركزه. فالحالات دي محتاجه برضو للخساره عشان تفوقك. فالحقيقه انا برضو يعني ما كنتش اتمنى انها تيجي من فريق كبير زي الزمالك، انها تيجي من فريق على الاقل. انا لما اجي العب ماتش الزمالك دي بطوله مهمه جدا بالنسبه للاعبين، لانه دي التاريخ هيذكر هذه المباراه اكتر من مباراه اخرى من نادي اخر. فبالتالي هذه المباريات عشان كده الاهلي والزمالك كديربي محتاج انك انت كلاعب انك تبذلي اقصى جهد فيها، لانه في يوم من الايام هيقولوا والله هذه المباراه لعب فيها فلان وفلان وفلان والنتيجه جت كذا وكذا. فزي ما ذكر انه في بعض الاوقات لما الحقيقه الفريق يكون في الطب زي النادي الاهلي الان فارق بحوالي 17 او 18 نقطه أكيد. لازم يحصل نوع من الحقيقه الدروب داون عشان تستطيع انك انت تقف تاني على رجليك والغل يبقى موجود والحماس والحراره والانتماء والحاجات دي كلها والروح مهمه جدا السبيريت دي مهمه جدا الحته دي انا بعتقد ان يعني بقول لك انه هذه المباراه كويس انها جت قبل بطولات افريقيه بفتره كافيه جدا عشان الحقيقه نصحح هذه الاخطاء بجانب كمان انا شايف انه عندنا عدد كبير من اللعيبه مصاب يعني حقيقه انا مش عايز اقول يعني اللعيبه اللي اللعبه دي ما لعبتش قبل كده كلها لعيبه كبيره كلها لعيبه كانت موجوده بس هتلاقي واحد ما كانش موجود انفت لكن المجموعه حقيقه احنا محتاجين انه نعيدها يعني الفتنس لكل اللاعبين عشان الروتيشن ولا التدوير يبقى سهل جدا انك تحط اي لعيب في اي وقت من الاوقات يقدر يسد في بس حضرتك قلت كلمه مهمه جدا انه خلاص يعني مش هنبكي على اللبن المسكوب وانه الاهلي متعود انه زي الحاجات دي اللي بيعدي عليها دايما بيغلق ملفاتها بسرعه وخلاص احنا عندنا برضو مباراه مهمه الحقيقه برضو مع الجونه يوم الاربعاء اللي جاي طبعا. شايف الاستعدادات هتكون ازاي من قبل فايلر وايضا من قبل لاعبتنا هو طبعا فايلر لما قال في المؤتمر انا سمعته يعني الحقيقه الاجانب عندهم ميزه ايه الخساره ما بتبقاش بالنسبه لهم كارثه يعني عندنا بنكبر وبنهول الموضوع ببساطه شديد جدا اتكلم بهدوء شديد جدا انا خسرت المباراه نتيجه امبارح كان بيتكلم بالطريقه الهدوء الشديده بس يمكن كنت بتناقش في المؤتمر مجرد هدوء ده للاسف الناس برضو بتاخده ان هو عنده لا مبالاه يعني هو لازم حضرتك برضو تتكلم ان الاجانب عندهم موضوع الانترفيو بعد المباراه لازم يتسم بالهدوء شويه فللاسف برضو الناس خدتها ان هو يعني وناس بتحب النادي الاهلي اكيد خدتها لا ده يعني بالنسبه له عادي بالنسبه لنا مش عادي وطبعا احساس الاجنبي غير احساس الجمهور غير طبعًا. احساس المدربين غير احساس الاعضاء انا طبعا عشان انا عاصرتهم كتير انت عارف انا حضرت في الكوتشنج اديوكيشن بتاع انت عارف اليوافا كوتشنج اديوكيشن انت طبعا كنت موجود في المانيا وانا رحت هناك طبعا مع اليوافا اكتر من مره في انت عارف الكونفنشن والحاجات الكوتشنج لايسنس والحاجات دي يا كابتن هاني بقابل المدربين هناك وبعرف ازاي المدرب لما يكون عنده مثلا مباراه كبيره زي دي ويخسر وازاي بيتحامل على نفسه ويطلع يتكلم زي مدرب برشلونه لما خسر 8 فده يتكلم كان عارف انا قلت مش هيقدر يتكلم هيتعلعشم قعد يتكلم انا فرقتي ما كانتش يومها وقعد يتكلم بشكل ففايلر لما طلع بيتكلم من منطلق انه لو كل واحد بيزعل من مباراه يخسرها انت معناه مش هتلاقي وقت تفكري مش هتلاقي اللي جاي فبالتالي كان بيتكلم بهدوء شديد جدا الناس افتكروا ان هو يعني ايه ما اخسر انا لا هي ما بتحسبهاش كده مش كده مش كده عشان بس انا بعمل كده عشان الناس تفتكر هو بقى هو بقى طبعا الراجل يعني لازم يبتسم بالهدوء ولما جه قعد مع كابتن محمود الخطيب متاكد ورى انه الاخطاء دي اخطاء فرديه ما هوش هينزل يلعب المدرب ازاي مثلا لما اللعيب يعمل دريبلينج للاعيب تاني انا كمدرب انا عامل ايه يعني ما لازم انا اللعيب لو هو من نفسه ما قدرش يعني يصحح موقفه في الملعب انا كمدرب بطلب منه يعمل إيه؟ لو ما قدرش ينفذه انا خلاص بقى انا مسؤول بس انا اعمل له ايه؟ مش قادر اعمل له حاجه فبالتالي فايلر انا بعتقد ان هو يعني المباراه دي هتخليه برضه كمان يفكر اكتر ويشوف الامور اكتر ويدي مساحه اكبر لبعض اللاعبين بالظبط يا كابتن ويوجه لو كان شايف شكل معين للخطه لا بدا دلوقتي وخاصه احنا المباريات اللي جايه مباريات صعبه وعلى المستوى الافريقي كمان بيبقى انت عارف كابتن شطه في مباريات تستحمل الخطا وفي مباريات لا تستحمل الخطا فطبيعي فلا ده زي ما بقول ساعات جدا مباريات زي ديت بتدي رؤيه وفيجن للمدرب ان انا كان فكرتي اعمل فكره معينه الفكره دي ما نجحتش بالشكل المناسب وبالتالي ابدا اطور في الافكار وابدا اشوف افكار ثانيه وابدا ارجع الفرقه زي ما بيقولوا بلغه الكره كده كل واحد في مكانه واللي يبقى الفرقه اللعيب بيلعب مستريح في مكانه يعني. والله انا حقيقه انا بايدك في الحته دي لانه حقيقه فايلر من المدربين اللي انا حسيت بيهم حتى في الانترفيوهات لما يسالوه اسئله كده بتبقى اسئله يعني فيها نوع من يعني بيقول لهم والله يا جماعه السؤال ده انا المفروض انا ارد عليه وانا اللي مسؤول عنه ما حدش يسالني في حاجه معينه ليه ما لعبتش فلان ما لعبت فلان انا عارف اللعيبه اللي عندي امبارح في المؤتمر الصحفي الاسئله دي ويمكن حتى في اسئله كان يعني تجنب اصلا الاجابه عنها لكن احنا عايزين نقفل بقى خلاص ملف القمه ده اهم حاجه التركيز في اللي جاي ونتكلم بقى مع كابتن شطه شويه بقى عن بداياته حضرتك اصلا كنت نازل تدرس هندسه تكمل تعليمك ايه بقى موضوع الكوره ده جه اصلا ازاي يعني انا جيت من السودان بلعب كوره 73 73 تاني نعيدها تاني، جيت 6 اكتوبر 73 6 اكتوبر والله العظيم ما يتنسيش برضه. الساعه 1 الظهر والحرب قامت الساعه 2، يعني الحمد لله اخر طياره نزلت من السودان ونزلت في مطار القاهره كانت الحمد لله على السلامه. فالمهم انا الحقيقه يعني كنت في جامعه الخرطوم، كنت بلعب في الجامعه في... انا درست في جامعه الخرطوم اللي هي كايرو يونيفرسيتي والخرطوم يونيفرسيتي، غير جامعه فرع الخرطوم في 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 في, في جامعه في السودان اسمها جامعه القاهره فرع الخرطوم. ايوه دي واحده من القوى الناعمه، مش بس الفن، دي واحده من القوى الناعمه اللي كانت ايام في السبعينات صحيح في افريقيا ولحد دلوقتي موجوده بس انا كنت بدرس في فرع جامعه القاهره في السودان، لكن انا بدرس في جامعه الخرطوم اللي هي الام اللي هي اسمها جامعه القاهره هنا في القاهره بالظبط. ايوه هي معروفه وينشئوا في نفس السنه تقريبا. وبعدين الحقيقه ما كملتش تعليمي لان انا كنت في مباريات كده وبروح بلعب مع الجامعه، وفي حاجه اسمها الافريكان يونيفرسيتيز اللي هي بتاعت الجامعات، بطوله الجامعات، فكنت بلعب فيها واروح العب وبعدين باجي بلاقي الامتحانات ومش عارف ايه، فاضطريت ان انا اجي مصر نتيجه ان انا في الجامعه هناك عندنا ما تقدرش ترسب في ماده واحده، تسقط في ماده تترفد، مش تعيد ولا تعيد حتى لا ولا تعيد الملحه حتى. كانت لا كان نظام صعب، دراسه صعبه، الدراسه كانت صعبه جدا انت عارف. فجيت مصر اكمل دراستي من سنه ثانيه وكملت الحمد لله قسم كهرباء في جامعه القاهره. فعشان كده بس اول ما جيت بقى السودان في الهلال السوداني توأمه مع الاهلي. ايوه هم قالوا لي لو رحت هناك ما تلعبش غير للاهلي الحقيقه بتوع الهلال، برغم ان انا والمريخ الزمالك اعتقد بالظبط يعني ليه عارف الزمالك عشان عمر النور وسمير محمد علي وادم والمجموعه دي، وانا بقى الاهلي والهلال كان في طبعا كان وقتها امين زكي وكان وقتها موجود سليمان فارس والمجموعه دي، فانا جيت بقى كملت اسامه يوسف فيعني الهلال كان بيجي، انا مش هلال، انا كنت التحرير، نادي التحرير. ايوه نادي التحرير بس بالصدفه يعني بالصدفه طبعا جيت ولعبت في النادي الاهلي. كانت عمليه صعبه جدا يا كابتن هاني. ليه؟ لان انا كنت بدرس كليه هندسه وكنت باجي اتمرن صباحا ومساء، كنت بروح العب ماتشات في المحله في بورسعيد وفي اسكندريه، وكان عندي امتحان ثاني يوم اجي اذاكر واروح المباراه واروح التمرين، ولو غبت تمرين واحد هيديكوتي ما بيرحمش. فكنت لازم احضر التمرين. عرفت عمه مع عبده ازاي؟ يعني هو اللي عرفني بصراحه، هو اللي عرفك ازاي؟ انا لما جيت في المطار وانا داخل وبعدين عم عبده بقى بيبص على ايه؟ على الاطوال بقى السودانيين اللي جايين بقى حاجات ايه، وشايفني وانا معدي قدامه مرتين ثلاثه وهو ايه طبعا في الاخر ما لقاش حد بقى سالني انا، يعني صدفه بقى بيسالني بيقول لي ما عملكوش واحد اسمه شطه، فانا طبعا بصيت له كده قلت له انا، قال لي انت قال لي انت، فقلت له انا، قال لي كان بيحكي الكمال بيه حافظ وفريق مرتجى الله يرحمه، قال له والله كنت هرجعه على نفس الطياره لان هلا واحد صغير كده قال لك ده اللي جايبين لي جاي لي من السودان وكده. فهي طبعا وقتها خدني بقى البيت عنده، وقتها كان عم عبده كابتن محسن صالح، كابتن وقتها طاهر الشيخ، اي لعيب بيجي دخله البيت ويقفل عليه، وفعلا عمل كده مع حضرتك يعني، عمل معايا ومع محمد صالح ومحمد عامر، مش عايز اقول لك على مين، فقفل عليا عشان تعرف يعني، مش عايز اقول لك الخطفه اللعيبه والزمالك والحاجات دي موجوده، كانت بتحصل من زمان، من ايام مثلا من زمان قوي، من ايام قديمه قوي، من ايام فناجيلي والناس دي كان بيجوا ياخدوكم من المطار يا كابتن. يعني تلاقي فجاه حد يجي انت رايح على النادي الاهلي او نادي اكس، يعني يجي حد تاني يقول لك اتفضل معايا على طول على عشان كده عارف القصه وحافظ اقفل عليك لحد ما تيجي تمضي وتخلص وبعد كده يسيبك بقى خلاص بقى انت وحظك مع الفريق. فهو طبعا كان عنده خبره كبيره جدا في حكايه يعني اللاعبين وازاي يجيبهم، وبعدين كان برضه كشاف كويس، كان بيروح يجيب لاعبين من المحافظات وكده، كان برضه عنده والله بيلف يعني كان عينيه الفنيه كويسه. وبعدين كان عنده برضه كشافين كتير بيكلموه بالتليفونات وكده، كان يروح يجيب اللعيبه، جاب لعيبه كتير حقيقه. فيعني تاريخ عم عبده بقال ده برضه كان معروف لنا من الستينات والسبعينات، يعني فتره طويله جدا. فدي كانت القصه بصراحه، كانت يعني هي شبه يعني فاني، بس طبعا دي حقيقه ان انا حبست يومين وما شفتش الشارع فعلا. بس دخولك بقى على النادي الاهلي، سمعت ان كان في مش مشكله، بس هيديكوتي قابلك ازاي وكان اعتراضه ايه عليك؟ لا اعترضوا عليا طبعا، قعدت احارب سنه كامله عشان حارب. بس عشان احارب لان انت عارف النادي الاهلي كان فيه، مش عايز اقول لك احسبهم لك، كان في وسط الملعب كان في طاهر الشيخ، جمال عبد العظيم، مختار طبعا، انا صفوت عبد الحليم، سمير حسن، انا بقول لك انا بكمل لك ده نص الملعب بس، ده كان نص الملعب بس وانا جاي عليهم كمان. وكان في اكمل لك محمود رشدي وشير عثمان وشير عبد الشافي انا بقى اجي بقى اخش فين انا، فكانت صعبه جدا. ودي كان على طول طبعا لكن لما بقى دخلنا بقى في التدريبات ودخلنا بقى في التحملات ودخلنا بقى في السرعات ودخلنا بقى في الماراثونات والجوبر تيست والحاجات دي كنت الاول انا. كل على المستوى البدني؟ كل على المستوى البدني. على المستوى المهاري ما كانش مقتنع بيه. قال لك بقى انا ابدا مع الراجل ده اشتغل شغله ثانيه بتاعت اللي هي الماركينج مان تو مان والرقابه والحاجات دي شغلني، لان هي عندي مرونه عاليه جدا 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 في الحاجات اللي هي الخاصه بالرقابه دي. يعني انا ممكن تعدي مني بس في ثانيه انا اكون عندي رشاقه عاليه جدا. هلاقيك تاني في وش. لا 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 كنت بتلعب مركز ايه يا كابتن؟ برضه كنت بلعب الهاف ديفندر بقى. لا قبل الهاف ديفندر كنت انسايد رايت باللغه بتاع زمان. انسايد رايت دلوقتي ما حدش يعرف انسايد رايت. دلوقتي يقول لك 4-3-2-1 والحاجات دي، لكن زمان كان في انسايد ليفت وانسايد رايت وينج ليفت وينج رايت. يعني هو وسط ملعب ناحيه اليمين. يعني كنت مور اورليس بيسموها ايه، انا كنت هداف ما شاء الله. انا اخش ال 18 اي كوره 13 جول، يعني كنت هداف بجيب نظرا للمرونه يعني اللي كانت تتمتع بيها. وكل ما انت تلعب قدام وتلاقي فرص اكتر تجيب جول، كنت تلعب ورا الفرص بتقل. فاول ما رجعني ورا بقى خلاص بقى بقيت فين وفين لما اجيب جول. ما اتضايقتش؟ اتضايقت جدا جدا. انا عارف جدا. عشان انا بحب ده، يعني هو دايما حابب ال 18 من متعه كره القدم. خلاني لعبت خدام للفرقه. لا لا ازاي بقى؟ ما هي كده بلغه اسمه بلغه الكوره اسمها كده. بس حضرتك بقى من وقت ما وقعت مع الاهلي ده كان التوقيت اللي قررت فيه خلاص حضرتك هتعيش في مصر، يعني هو لا ده لا ولا ايه بقى؟ لا دي قصه ثانيه. إيه بقى؟ انا جيت مصر هنا عشان ادرس 4 سنين ولا 5 سنين انا الكليه وارجع بقى وترجع تاني. يا اما اشتغل في واكيد اسره حضرتك كانت يعني ما كانتش عايزه حضرتك تقعد هنا، يعني اكيد كانت عايزاك تقعد جنبها يعني اسرتي برضه متوقعه ان انا اخلص الجامعه وارجع. تمام. بس طبعا اول ما خلصت الجامعه الحقيقه انا بشكر الكابتن حسن حمدي، يعني بقولها كده بصراحه هو السبب. قال لي عشان تخليك معانا هنا تشتغل معانا في التدريب، وبعدين يعني شغلني في الاهرام وعمل لي بقى يعني اداني فرصه ان انا اشتغل فتح طريق قدامك في العمل. لكن انا برضه كان عندي حاجه، انا قلت انا رحت السعوديه سنه عشان العب في نادي اهلي جده. ده كان امتى يا كابتن؟ 79 80. امير عبد الله الفيصل طلبني من 6 الفريق عبد المحسن كامل مرتجي الله يرحمه وقال له انا عايز الكابتن شطه يجي يلعب في نادي اهلي جده. فرحت السنه 79 لعبت 6 شهور. كان معايا طارق دياب طبعا من دابو، معتمد خوجلي والجندوبي من تونس، نجوم العرب 4 وانا الخامس. ادوا بقى احمد خوجلي الجنسيه ومن دابو للجنسيه، بقينا 3 في الملعب بينزلوا 2 اجانب. فكان بينزل طبعا طارق دياب، انت عارف راجل كان جاي من كاس العالم 78. طبعا راجل وبعد كده فلقيت نفسي ما بلعبش كتير زي اي لعيب بيروح بره برده لو ما لقاش نفسه، وانا هنا كنت اساسي. قررت ترجع؟ لا ما قررتش ارجع. اللي كنت طلبني قال لي كابتن حسن احنا عندنا مشكله، عندنا 3-4 ماتشات والدوري صعب جدا واحنا ما عندناش ديفندر، وشطه كان بيساعدنا في الحته دي. انا سمعت انه ممكن يرجع اساله، فسالني قال لي ترجع؟ قلت له على طول، ما فكرتش ان انا اكمل وعادي موجود وعادي ساري. في الملعب عبد الله الفيصل الامير عبد الله الفيصل قال لي يا شطه ترجع؟ قلت له انا هرجع. قال لي ما تخليك هنا، ما ممكن تلعب وتثبت نفسك وتكمل. قلت له والله انا النادي الاهلي طلبني، النادي الاهلي ده بيتي، فيا ريت ترجعني. فرجعني الحقيقه وكان حريص ان انا يقول لي ما تندمش، قلت له لا مش هندم طبعا، لان انا راجع وقانع انه النادي الاهلي ده المكان اللي هو اللي انا عشت فيه 8 سنين او 5 6 7 سنين الفتره اللي انا قضيتها. فلقيت نفسي بقى ارتبطت بالنادي، ارتبطت بيه ارتباط شديد جدا. رفضت ان انا بعد ما اخلص جامعه ان انا اسافر اشتغل بره او ارجع السودان. فارتبطت هنا من الوقت ده، يعني حسيت في الوقت ده من وقتها انا قلت لا يمكن اغادر مصر. وبعدين اشتغلت في النادي الاهلي مدرب من 82 ل 2002. ايوه 20 سنه قطاعات ناشئين 8 10 12 14، فريق اول مع الان هارس 21 سنه. كل الاجيال اللي شفتها دي ما شاء الله رئيس الاكاديميات، ولسه هنتكلم في ده بالتفصيل برضو مع حضرتك. فدي مهمه جدا لان انا برضه الحقيقه عاصرت اجيال كبيره جدا من الناشئين، مش عايز اذكرهم طبعا، عماد متعب وحسام غالي واسامه حسني، يعني هي اجيال مرت، اجيال كبيره يعني يمكن حوالي 10 اجيال. فبالتالي انا حسيت ان ده مكاني وبيتي، انا مش عايز اسافر بره اقعد بقى في غربه، انا هنا مش في غربه، مصر مش غربه بالنسبه لي. صح. طب انا هرجع بقى قبل حته الغربه وانك بتدرب يا كابتن، انا نفسي اعرف على المستوى الشخصي ردود افعال الناس اللي كنت بتعمل عليا ماركينج في الملعب، لاني انا كنت بتفرج على فكره زي ما حضرتك بتقول ان هو انت ممكن تقول هو طالع ب3 ادوار، يعني هو يعدي منك فيمشي شويه يلاقيك قدامه وبعدين يلعب الكره ناحيه الشمال ويرجع له. فاكيد حصل حاجه مع حضرتك، يعني كواليس لعيبه لعبت عليك وبصراحه زهقتها يعني. والله انا احكي لك، بس طبعا الظروف دي بتاعت الهيديكوتي ده كان عبقري، بس طبعا لقى واحد برضه يعني انا كنت عندي انا قدري من العلم والذكاء وكده وبقرا كويس، وكنت عندي مهندس طبعا، الهندسه افادتني في حاجات كتيره جدا. كان حقيقه يعني بيلعبني المباريات الصعبه اللي فيها ضرب وخناقات، مصري بورسعيد الاتحاد السكندري ده راجل مهندس صعب. بقول لك ايه، الموت والمنصوره كان فيها سعيد الشالو، وكان فيها انت عارف سعد السليطه، مش عايز اتكلم، المحله وشوقي غريب، كنت مسكت كل دول، كل الفرق دي. لكن مثلا تجيب مثلا ماتش سهل مثلا بتاع بايرن ميونخ ولا مثلا فرقه جايه من بره، تلاقيني قاعد على الخط. الحاجات اللي بقى في الحاجات اللي الحاجات دي فيها متعه وفرقه اجنبيه، تاني ما بلعبش وفيها يعني جماهير وفيها الجماهير موجوده، الجماهير بتجيب 100,000 و120,000، لكن بقى في فاقول له مستر ديكوتي انت بتلعبني الماتشات الصعبه، طب ما تحطيني في الماتشات الحلوه اللي فيها جمهور وفيها فيها لعب، اخد نفسي شويه. لا ارميني بقى في الحاجات الصعبه. فطبعا كنت حقيقه يعني المتعه قليله، لكن لو سبت المكان ده ما كنتش هلعب. انا بلعب فين؟ عندك طاهر الشيخ فروت، وعندك مختار فروت، وعندك زيزو فروت، وعندك صفا عبد الحليم، مش عايز اتكلم صفا اللي هو انا ما اتحطيتش في المكان ده. وبعدين لعلمك كلهم لما انا العب ديفندر صفوه ما بيمسكش، طاهر الشيخ ما بيمسكش، بياخدوا راحتهم بقى، ياخدوا راحتهم. ما الكابتن بتاعنا 4-5 وانا بقى حسن حمدي، الكابتن حسن حمدي طبعا ومصطفى يونس وفتحي مبروك واحمد عبد الباقي، انا قدامهم حائط صد منيع ده حقيقي. وبعدين هتلاقيني بقى امسك لهم بقى كابتن فاروق جعفر، طبعا ما احترمش ليه، هو من اصعب واكثر اللاعبين الحقيقه يعني كان في صعوبه شديده جدا فعلا بصراحه، لانه اساسا برضه نفس الحجم، نفس الحجم ونفس المرونه، يعني انت تلاقي سهوله اكتر في لو حد طويل. لا طبعا مثلا شحاته الاسكندراني كنت بمسكه ما بتحركش لانه سهل جدا، لكن مثلا امين ده ابو فظيع كان عشان برضه عنده مهاري جدا، والمهاري برضه محمد حازم بتاع اسماعيل الله يرحمه، ومحمد الرومي، الناس اللعيبه عندها مهاره عاليه دي. ما حدش قال لك يعني لا الشتيمه كانت كتير قوي الكلام ده. لا بلاش الشتيمه، بلاش الشنقوله، ابعد عني بقى، زهقتني. لا طبعا، لا بيقولوا يا شط ما تسيبني يا شط، وبعدين مرات يقول لي انا خلاص راجع سايب لك نص الملعب، يلعب ديفنس ويسيبك. حضرتك يا كابتن شطه في كلامك دلوقتي ده ذكرت اسماء كبيره جدا، اسماء عملاقه فعلا. مين اللي كان تفتكر له ذكريات لحد دلوقتي ما تنساهاش، سواء في الملعب او براه؟ فاروق جعفر، فاروق جعفر ده كان ماتش الاهلي والزمالك ديربي، وانا وفاروق جعفر كنا يعني فاروق جعفر ده كان اسرع واحد يوصل حسن شحاته وعلي خليل للمرمى، سريع جدا يمسكها كده تلاقيه، فلو ما تمسكش من قبل ما الكره تجيله يا كابتن هاني، لو خد الكره هيبقى صعب جدا، صعب. فحقيقه يعني انا عندي ريكورد ان كل ماتشات الاهلي والزمالك اللي لعبتها الزمالك ما كسبش الاهلي. حضرتك كل الماتشات اللي لعبتها، كل ماتشات الاهلي والزمالك من 73 ل 80 اول ماتش الاهلي خسر من الزمالك ماتش سنه 80 وانا كنت في السعوديه، عبد الرحيم محمد واحمد عبد الحليم 2-0 لو تفتكر الماتش ده معروف لحد دلوقتي. فيعني الماتشات موجوده والتاريخ موجود اكيد. فانا يعني انا كنت حريص، هيديكوتي كان عارف تماما انه ازاي يقفل زون ديفنس حسن شحاته وفاروق جعفر، ازاي بيتحركوا، وطه اسماعيل، طه بصري، ومعاه علي خليل، دي المفاتيح اللي موجوده يعني. وعندنا ديفنس ورا ما شاء الله يعني، مصطفى يونس وحسن حمدي، وجاي ماهر همام برضه بعد كابتن حسن، وبعدين فتحي مبروك وحمد الباقي، وبعد كده حمدي جمعه، وبعد كده ربيع ياسين، وبعد كده مجموعه كبيره يعني، واحمد مدحت رمضان. كان عندنا مجموعه كويسه في الديفنس، الخمسه اللي ورا دول 4 وانا معاهم بنقفل، مقفلين الدنيا، مفيش حد معدي. وانت بتجيب لهم المهاجم متنفض، هو عبال ما لا ايوه بيكون راح خلاص بيلغوا الكوره كده بمفرفر، انا ايوه بيجي كده واقع، حسن حمدي واخدها او كابتن مصطفى سهله. فالمكان ده احنا محتاجين له في النادي الاهلي دلوقتي. انت شايف ان النادي الاهلي محتاج المكان ده؟ محتاج المكان ده بصراحه، او محتاج مواصفات كابتن شاطر، مواصفات ديفندر ما يكونش يعني عنده ادوار هجوميه، عشان بيترك المكان ده، وانت عارف قد ايه المكان ده بيفضى في وسط الملعب دلوقتي. طبعا بعد 3-5-2 وحاجات دي تلاقي وسط الملعب مليان، انت لو ما عندكش في وسط الملعب 2-3 برضه يعملوا لك موازنه مع الحته دي صعبه جدا. فبالتالي انا بعتقد انه الهاف ديفندر او الاثنين هاف ديفندر هم دول افضل حاجه دلوقتي في كره القدم الحديثه. كابتن شطة، حديث حضرتك لا يمل، واحنا لسه هنتكلم عن بطولات واغلى انجاز على قلب حضرتك ورحلتك مع التدريب ومع الاكاديميات، لان الحقيقه كابتن شطة ليه دور مهم في التوقيت الحالي مع الاكاديميات اللي تخص النادي الاهلي على مستوى المحلي وعلى مستوى افريقيا كبير جدا. هنعرف ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع. اتفضل. كابتن شطة كان احسن خط وسط جه في مصر، وهو كان سوداني وكان لعيب قصير كده وشعره كبير، بس كان حريف يعني، كان بيجري في الملعب رايح جاي. من احسن لعيبه في مصر طبعا في جيله، من اللعيبه الاخلاق، اللعيبه المحترمه جدا، يعني احسن خط وسط انا ما شفتش زيه حاليا، مفيش. كابتن شطة كان احسن كابتن، انا بحبه ومن حبي فيه عملت شعري زيه وبتاع، كان احسن حاجه في سعد الخطيب، احسن خط وسط في مصر طبعا، وراجل ليه تاريخ كبير وراجل عالمي بامانه، واحنا بنحبه وبنشجعه. هقول ان الكابتن شطة ده تاريخه، ده راجل من الجيل الذهبي، انا بفتكر له ماتشات هو وصفوت عبد الحليم والخطيب وثابت البطل واكرامي أنا كنت طفل صغير وكنت بحب كابتن شطة رغم إن هو مش مصري، بس هو حببنا في شعب السودان من خلال إن هو راجل محب للأهلي. كابتن شطة طبعاً لعيب كبير من نجوم النادي الأهلي، وكان من أعظم الأجيال مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن صفوت، ونادي كبير، وكان فريق يعني أحرز بطولات كتير النادي الأهلي. هو راجل خلوق معروف عنه حسن الخلق، كان ملتزم جدا في الملعب تكتيكيا، هو كان اول واحد ادى دور الهاف ديفندر في تاريخ الكره المصريه طبعا عن طريق هيدوكوتي، وكان بيبقى مسؤول عن رقابه اهم لعيبه في المنافسه النادي الاهلي. طبعا كابتن شطة يعني غني عن التعريف، كابتن شطة كان بيلعب بسم الله ما شاء الله، كابتن كبير، كفايه ان هو كان بينزل، اول ما ينزل يعني يحط جوان، الجمهور كله شطة شطة شطة، يعني كان لاعب خرافي طبعا. الكابتن شطة لاعب قديم ايام جيل كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب وكابتن رفعت، يعني حضرت الناس دي زمان بس كنت صغير، بس كابتن شطة انا كنت عارف ان هو من السودان وكان مشاغب كده مشاكس كده، فراجل اسطوره بصراحه، وانا بسمع له تحليلات دلوقتي واعرف ان هو في الاتحاد الافريقي. يعني الكابتن شطة طول عمره دمه خفيف، واحنا كنا بنحضر له في النادي الاهلي نفسه مع ايام الكابتن هيدوكوتي، فهو كان من الشخصيات المرحة الخفيف اللي هو يعني تحب تشوفه شخصيا مش كلاعب كمان، وهو كان ممتاز، ونتمنى له التوفيق وان ربنا يوفقه في تدريبه للبراعم، وانه يطلع جيل شبهه هو وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى يونس وكابتن مصطفى عبده والاجيال الحلوه دي. اقول كابتن شطة احسن لاعب يعني هنقول في الكرة المصرية كمان، الراجل ده لاعب قديم ولاعب معروف وراجل 10/10. كابتن رياكشناتك وانت بتتفرج على كلام الجماهير عليك بجد، يعني اولا يعني اكيد حاسس بحب الناس ليك، رغم يمكن حضرتك قلت لعبت 5 سنين بس في النادي الاهلي، لكن 10 سنين 73 82 10 سنين النادي الاهلي، وسبت اثر كبير، والناس برضو فاكراك بالستايل الشعر، الراجل قال لك انا سايب شعر زي الكابتن شطة يعني فكان في حد كده كابتن، ولا انت كان مميز بشعرك كده؟ كان في لعيب تاني؟ اقول لك على حاجه، دي حته ظريفه جدا، انا جيت طبعا ما كانش شعري كتير قوي، بس عموما السودانيين المرحله دي والسبعينات كلها كانوا بيسموه الافرو، الافريكان يعني الافرو. فانا جيت طبعا مع الوقت ما كنتش بقى معايا الشوكه، معايا كان حاجه كده شوكه عشان تخش توصل لا للشعر اسمها الشوكه. فجيت بقى لقيت مع الوقت شعري كبر، بعد كده سبته بقى كبير قوي، لقيتك كل الجيل كله مش عايز اذكر اسماء، كل النادي الاهلي والجماعه ده اللعيبه بعد موضه خلاص دخلت بقى احمد عبد الباقي وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى وكل اللي هي، ما عدا محسن صالح، لانه محسن صالح شعره كان مستبسب قوي، شعره ناعم بزياده عن اللزوم. فحضرتك انا بس بفتكر الفتره دي. وبعد كده بقى دخلنا بقى مع كابتن لطيف بقى، هو اللي خلى بقى ايه شطه وشعر وشطه كذا، كان يعني بيدي لازمات كده كابتن لطيف، خلى برضه الاسم شطه لهلوبه شطه حراق، خلى بقى مع الشعر والحاجات دي بقى كاركتر معروف يعني. وما بقاش اللعيبه بس كمان يا سام، ده بقى كمان الجماهير وكمان الولاد الصغيرين بيبقى حاجه. وهو اللي جه في التقرير، هم العصر اللي يعني بالجيل الحالي يعني ما شاء الله اللي كان عامله زي كابتن شطه يعني. بخلاف ان حضرتك لاعب كبير ونجم النادي الاهلي ولاعب كبير في منتخب السودان برضو، لكن كمان عشت في اروقه الاتحاد الافريقي لكره القدم سنوات طويله جدا، 18 سنه دينامو الاتحاد الافريقي لكره القدم كابتن شطه. انا عايزه اعرف من حضرتك او تعملي كده مقارنه سريعه بين السلبيات او نقاط الضعف اللي بيواجهها الاتحاد الافريقي في الوقت الحالي وبين اللي كان بيحصل زمان. دلوقتي احنا عندنا يمكن واحده فينا بتتكلم يمكن على لجنه المسابقات، اسناد البطولات، في حاجات كتيره قوي. فالمشاكل دي او السلبيات دي مختلفه عن الفتره اللي فاتت. الاتحاد الافريقي من 2002 انا الحقيقه الصدفه بس هي اللي خلتني رحت. كابتن عبد الصالح الوحش كان هو المدير الفني، استدعوه في قناه من القنوات عشان يحلل، كان بيروح يسافر ايطاليا. ف رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته طلب من الباشمهندس مصطفى فهمي يشوف مدير فني عشان الكابتن عبد الصالح ما عندوش وقت يجي، ما عندوش وقت يروح، فهو طلب بقى يعني يشوف حد. الحقيقه كانوا مرشحين ثلاثه، كابتن هاني مصطفى كابتن طه اسماعيل، كابتن فتحي نصير. انا ما كنتش موجود خالص. الثلاثه اعتذروا، هاني كان ماسك في الجامعه العربيه الله يمسيه بالخير طبعا، وفتحي نصير كان في الامارات، وكابتن اسماعيل الفيفا عملت له اللي هو الجول بروجكت، اللي هو كان المشروع الهدف ديفلوبمنت اوفيسر، اللي هو المسؤول عن مكتب الاتحاد الدولي في افريقيا، شمال افريقيا في مصر هنا. فهي رشحني فرح قده الحكم الصومالي المشهور اللي كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي، كنت بعرفه كده معرفه عن طريق يعني بقابله دايما كده، وكنت بروح للاتحاد الافريقي اقعد معاه. وطبعا هو كان بيتكلم انجليزي فلقاني بتكلم انجليزي كويس، وانا اساسا يعني تعليمي كان في جامعه الخرطوم كان بالانجليزي كله، مفيش حاجه بالعربي. اللغه ساعدتك طبعا كتير. اللغه والجنسيه، لانه كانوا عايزين واحد اجنبي عشان يمسك المكان. مش مصري. ايوه مش مصري. بالرغم ان انا اساسا يعني عشان قاعد في مصر كمان سهلت عليهم المأموريه، بحس ولا بدل سكن ولا بدل مواصلات ولا فطرح اسم حضرتك. لما طرح الاسم الحقيقه رئيس الاتحاد عيسى حياته طلب من مصطفى فهمي يعمل الانترفيو، وهي نجحت فيه يعني بشكل كبير جدا، لان كنت بساعد حقيقه كابتن عبد الصالح الوحش في التكنيكال ماتيريال، كنت بعمل لهم الفيديوهات والحاجات والماتشات وكده، وفي التحكيم كنت بعمل لهم الحاجات التحكيميه لفرح قده. فبالتالي كانت سهله جدا ان انا ابقى في المكان ده. هي طورته بشكل سريع جدا، عملت بقى الانستراكتورز المحاضرين، وعملت الكوتشنج لايسنس، وعملت الحاجات اللي هي مختصه بالتحكيم وحاجات مختصه بالاداره. انا كنت باجي لحضرتك اخد منك، فاكر كان بيجي الاتحاد الافريقي، انا كنت باخد منه الحاجات الجديده كلها. انا عارف انه الكابتن هاني رمزي انت عارف واخد البي والاي لايسنس في اليوروبيان اللي هي اليوافا، فدي طبعا يعني انا عارفها. حتى كمان الناس اللي كانوا في الالمان اللي بيدوها له قابلوني وكلمتهم، فانا يعني دي نفعتني الحقيقه دراستي في الجامعه وهندسه وشغلي في الفيديو. كنت انا عندي كان استوديو كامل، اديتور بعمل في الافلام فعلا، وكنت بصور الماتشات ومونتاج والفاينل كات والادو بريمير والحاجات دي كلها شغال فيها. كل الانلايز اللي دلوقتي الناس شغاله، كل الحاجات اللي شغاله دي كلها عندي انا. كان الاتحاد الافريقي دخلتها في اللايسنس، وبقيت اديها للمدربين، وبقيت اديها فعملت اكثر من حوالي 60000 مدرب في افريقيا كوتشنج لايسنس CBNA، والبرو لايسنس عملتها قبل ما امشي، حطيتها كده عشان تبقى البروفيشنال لايسنس. يعني حضرت العهد دلوقتي، ما كانتش دي موجوده كابتن، جاهزه دلوقتي خلاص. يعني انا كنت سالت حضرتك قلت لي لا لسه، لا خلاص هي انا من السنه اللي فاتت، بس طبعا الكورونا والحاجات دي اخرتها، عطلت الدنيا شويه. فيعني الحقيقه عملت في هذا المكان اكثر من 400 محاضر افريقي. حتى كمان عندنا كابتن شعب الشافعي محاضر افريقي، كابتن محمود سعد محاضر افريقي، كابتن مفتي ابراهيم، كابتن عمرو ابو المجد، كابتن محاضرين افارقه، كابتن فتحي نصير محاضر افريقي. شوف عملت 5 محاضرين افارقه من مصر هنا ومن السودان ومن تونس والجزائر والمغرب، عملت حوالي 400 محاضر. فيعني عملت حقيقه كوتش اديوكيشن، وعملت برنامج ديفلوبمنت كامل في الاتحاد الافريقي. فهي دي حاجه انا بسعد بيها جدا ان انا حققت في الفتره دي 18 سنه وما زلت حقيقه عضو في اللجنه الفنيه عشان هو مشوار كبير قوي في الملف ده، ملف الاتحاد الافريقي لكره القدم. في تقرير احنا محضرينه لحضرتك نشوفه عن انجازاتك في يعني مع الملف ده دلوقتي. ربما يعرف الكثيرون من عشاق القلعة الحمراء ومتابعو الكرة الإفريقية عبد المنعم شطة، لاعب الأهل المبدع وصمام أمان وسط الملعب في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، لكنهم لا يعرفون عبد المنعم شطة المهندس القدير والدينامو الذي طور أروقة الاتحاد الإفريقي بشكل احترافي متميز عقب اعتزال الساحرة المستديرة لاعبا. بعد الرحيل عن الأهلي كلاعب في عام 1983 عمل شطة بالتدريب لمدة 10 سنوات في النادي الأهلي مع مختلف الفرق بدءا من قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول، واكتسب خبرات كبيرة. وفي عام 1993 انتقل شطة للعمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وترقى في المناصب حتى شغل منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد المسؤول عن كرة القدم في القارة السمراء. ويعد شطة إحدى الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن تطوير كرة القدم في إفريقيا، حيث أدار دورات للمدربين وقاد نظام التراخيص داخل الاتحاد، وكان مسؤولا عن مجموعة الدراسة الفنية لكأس الأمم الإفريقية والمسابقات الأخرى، كما كان مسؤولا عن تطوير كرة الصالات وكرة السيدات والتحكيم في إفريقيا. وساعدت دراسة شطة للهندسة، حيث تخرج من جامعة القاهرة كمهندس إلكتروني عام 1979، ساعده ذلك في إطلاق نظام التراخيص للمدربين الأفارقة، وساعدته حياته المهنية كمهندس على استخدام مواد الوسائط المتعددة وتسهيل أقراص الDVD والمواد السمعية والبصرية لجميع الأقسام الفنية في جميع الاتحادات الأعضاء في الكاف. طبعا تاريخ كبير جدا للكابتن شطة حتى في الاتحاد الافريقي، وكمان الناس لازم تعرف انه كان اختير من افضل 50 لاعب في تاريخ منتخب السودان. ده طبعا اضافه ان هو كان لاعب، كمان زي ما شفنا في التقرير انه اضافه كبيره جدا جدا. الاتحاد الافريقي عمل ملفات كبيره جدا جدا افادت الكره الافريقيه. كمان ملف الكره الافريقيه ملف مش سهل يا كابتن، ملف عنده مشاكل كتيره جدا، وحضرتك قمت بدور اكتر من رائع يعني فيه. والله الصعوبه اللي واجهتني في الاول انه اول ما مسكت كانت كاس العالم 2002 كوريا واليابان، الفيفا طلبت ان المدير الفني في الاتحاد الافريقي يحضر سيمبوزيوم عشان جايين بقى كل المدربين اللي حضروا كاس العالم في افريقيا، وانا لسه يا دوب داخل لسه الدخله الاولى. فارتبكت جدا. فحقيقه كانت الباشمهندس مصطفى فهمي قال لي شطة حضر بقى الماده الفيلميه والحاجات دي، ما تقلقش واكتب الحاجه اللي انت عايزها، وحتى لو قريت من ورقه ما تفرقش معاك وكده. ما كنتش انا مدرب، ما كنتش عندي حاجه الاديوكيشن والديفلوبمنت والتطوير والتعليم والبرزنتيشن طبعا ده ما كانش سيمبوزيوم ده حاجه يعني. فالحقيقه وقفت كده والفيفا كلهم قاعدين، وكل الفيفا بلاتا رئيس الدنيا واخره، كل الكونفدريشن موجوده. ورحت قايل كلمه انا ما اعرفش ازاي طلعت مني، ليه ده الناس بتسقف وانا ما اعرفش بقول ايه. وسقفوا قالوا لي اول مره نشوف واحد بيتكلم في كره القدم بهذا الشكل. انا اتكلمت طبعا من واقع خبراتي، واقع خبراتك كلاعب اللي انا عشتها، بس يمكن عشان ما جهزتش حاجه فطلعت كده يعني. لقيت نفسي انا الحقيقه سعدت جدا. قلت ايه ده؟ فيعني من وقتها بقى بقيت كل السيمبوزيوم حضرت كاس عالم 2006 في المانيا، و2010 و2014 في البرازيل، 3 كؤوس عالم و4 بطولات أولمبية، يونان، الصين، البرازيل، لندن. الحمد لله يعني ربنا كرمني. عشان انت عارف دايما المدير الفني الفيفا بتبعت له عشان يحضر الحاجات دي طبعا، بيبقى في اجتماعات. الحقيقه ظرفتني، ادتني خبرات كبيره جدا يا كابتن، يعني خلتني بقى دلوقتي انا يعني على اتصال بكل الانترناشونال اورجانيزيشنز، الحاجات اللي هي الكبيره يعني فيفا، يويفا، اتحاد اوروبي، اتحاد اسيوي، يعني حتى البرازيل كونميبول والكونكاكاف والحاجات دي. يعني لقيت نفسي متداخل مع الناس دي كلها. ودلوقتي انا الحقيقه في المكان اللي انا فيه دلوقتي في المكان الاكاديميات والحاجات دي، طبعا دي حاجه بالنسبه لي بتعتبر صغيره جدا، لكن انا هتكلم عنها كده يعني على 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 العجاله لو لازم نتكلم فيها. بس انا عايزه بس اسال حضرتك، بما انك وانا اعلم انه حضرتك قريب جدا من المسؤولين في الاتحاد الافريقي الحالي لكره القدم، هل في امكانيه ان احنا نشوف جمهور في مباريات دوري الابطال ولا صعب في ظل كورونا؟ صعب جدا. صعب؟ على حسب علمي انه لحد امتى؟ لحد يعني لحد ديسمبر تقريبا، لحد شهر 12 اللي جاي ده على حسب. طبعا انا متابع في اللجنه الفنيه وبنعمل كونفرنسز عن طريق الفيديو كونفرنس وكده، بتابع وشايف ان اللجنه الطبيه رافضه تماما انها تعمل اي نوع من الجماهير، حتى عامله كمان بريكوشنز عاليه جدا انك انت ازاي تعملي الحاجات اللي هي الاجراءات الاحترازيه والحاجات دي، وازاي التباعد والحاجات دي حريصه جدا. بس طبعا البطولات الاوروبيه دلوقتي وريته بأن العمليه مش صعبه، انا شايف دلوقتي في لعيبه بتحضن بعض وتبوس بعض، يعني العمليه زمان كان بيقول لك لا ما تلمسش اللعيب زي بتجول وما تلمسش دلوقتي بقى احضانه وخلاص بقى العمليه فكت. فلازم بقى هم كمان برضو كلجنه طبيه يحاولوا يسمحوا شويه يدخلوا جزء من الجماهير، لكن نهايه البطوله الافريقيه لدوري الابطال والكونفدراليه لا اظن ان هيكون فيها هيبقى صعب جدا. طيب حضرتك اتكلمت على شغلك في الاتحاد الافريقي، اداك مجال واسع جدا واداك زي ما بيقولوا كده علاقات ممتده لكل الاتحادات العالميه والاكاديميات وحضرتك دلوقتي مسؤول عن ملف مهم جدا في اجنده مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الاكاديميات. ايه الرؤيه اللي حضرتك شايفها بالنسبه او شغل حضرتك هيبقى ازاي من خلال اكاديميات النادي الاهلي؟ هو طبعا لجنه التخطيط الحقيقه لما كلمتني قالت لي احنا عايزين نرشحك في المكان ده، انا بشكر طبعا الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن محمود الخطيب طبعا، انه انا لما سبت الاتحاد الافريقي يعني ما سبتوش خالص، انا عضو لجنه ما زلت عضو لجنه. عضو اللجنه الفنيه دلوقتي يعني بروح بحضر البطولات الافريقيه وبروح بعمل الريبورتس بتاع التكنيكال ريبورت والحاجات دي، فما زلت موجود فيها، فما كنتش اقدر انا اعمل في هذا المجال او اخش في اي نوع من العمل ارتبط ما لم اكون يعني تحررت من هذه الوظيفه. لكن بلغت الاتحاد الافريقي الفتره اللي فاتت دي انه عندنا مساحه كبيره جدا من ما فيش بطولات افريقيه، كاس الامم الافريقيه تاجل، فخلاص بقى رشحوني في المكان ده ان انا امسك الاكاديميات. الحقيقه لقيت الاكاديميات دي اكاديميات حقيقه مؤسسه تاسيس عالي جدا على اعلى مستوى حقيقه، من 2006 من 14 سنه الاكاديميات دي، كابتن محمد رمضان طبعا بشكره، كابتن سيف عبد الشافي، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كل دول مروا على اكاديميات وانا جيت انا الرابع. كلها اكاديميات حقيقه ما فيش حاجه ما اتعملتش فيها، دورات تدريبيه على 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 تسخين مدربين على لاعبين، بس حصرت المشاكل قبل ما امسك، فقلت بقى للجنه انا عايز اطور المكان ده، هخليه بدل ما يكون كم عدد كبير هخليه كيف. حلو بالظبط. عايز اطلع حاجه لقطاع الناشئين، عايز اطلع حاجه للنادي الاهلي، فلازم اعمل برامج تدريبيه، لازم اصنف اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين 10000 لاعب، ازاي تطلع لعيبه من اللعبه دي؟ وبعدين حضرتك مش 10000 لاعب، ده كمان ده في 13 اكاديميه، اكاديميات الاهلي عشان برضو الناس تعرف، للي مش عارف هم 13 اكاديميه من الصعيد لاسكندريه، في ان شاء الله 5 هيتم افتتاحهم في شهر 9 اللي جاي، في اكاديميات في المناطق الجديده، احنا عندنا مدينه المستقبل تقريبا، نادي العبور، دمياط الجديده، دمياط الجديده، البشاير الخير دي واحده من المدن اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره. والحقيقه انه الاهلي هنا، النادي الاهلي هنا خلينا نقول بيقوم بدوره المجتمع يا كابتن شط مهم جدا طبعا، وتنميه القدرات البشريه او المواهب دي، فحريص جدا انه يتواجد في المدن الجديده، دمياط الجديده، بشاير الخير، المستقبل، العبور تقريبا صح، والعبور شباب الجزيره كمان، شباب الجزيره ومركز شباب الجزيره من مقر النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي مهم يا كابتن. اعضاء النادي الاهلي مش عارفين يروحوا فين، مهم قوي، المنيا، المهندسين، العابدين، وسط البلد، الزمالك، دول مش عارفين يروحوا مدينه نصر ولا يروحوا الشيخ زايد، فعملنا لهم في مركز شباب الجزيره، هتخدم اعضاء النادي برضه اكيد. الحقيقه عندنا برضه كمان الاسمرات، حي الاسمرات، والله في الاسمرات ان شاء الله هروح ادرس هذا الموضوع برضه، دي حاجه برضه زي البشاير الخير كده انت عارف. طبعا ده على مستوى عالي، وكمان مهم كمان يا كابتن، وحضرتك يمكن قلت لي انك مش على المستوى المحلي، انت كمان مهم جدا على المستوى الافريقي، يعني انا شايف ان كمان وجود اكاديميات النادي الاهلي في بعض البلدان الافريقيه انا في وجهه نظري من الناحيه الفنيه انت ممكن جدا تكتشف لعيب لسه عنده 13 14 سنه، ودي النقطه اللي هتكلم حضرتك فنيا فيها، ان الربط ما بين الاكاديميه وقطاع الناشئين والفريق الاول، دي اعتقد حضرتك اللي قلت ان لازم تكون دي موجوده. يعني انا خلاص بقى انا حققت يعني هحاول احقق هدف مهم جدا، ان انا اول حاجه اطور المدرب كويس. لو ما قدرتش اطور المدرب ما قدرتش اطور اللاعب. طب فعندي البرامج اللي هي كلها انا يعني من خلال الخبرات دي كلها، عندي مثلا الاف البرامج اللي من خلالها تديها للمراحل السنيه المختلفه، دي هنعملها باذن الله. الحاجه الثانيه ان انا عايز بقى اشوف بقى قطاع الناشئين بدل ما يعمل اختبارات بالالاف كل سنه وتيجي اللعيبه بتيجي من مسافه بعيده ما بيبقاش فيه طبعا اللعيب ما بيبقاش عنده قدره يتمرن ويجي يتمرن وهو تعبان ويجي مثلا من 5 ساعات من المنيا مثلا. صحيح صحيح. فانا اخلي قطاع الناشئين ده يطلع لعيبه للقطاع الاكاديميه، يطلع قطاع بدل ما تدور اجيب لك 200 لاعب كل سنه، اجيب لك 200 لاعب جاهزين تاخد منهم، هتلاقي بقى لعيبه مؤسسه تاسيس صحيح متمرنه صح. طبعا. بالعكس كمان على ملاعب، على كل الملاعب دلوقتي اصبحت ملاعب على اعلى مستوى، مراكز الشباب اللي موجوده حتى على مستوى مصر اصبحت مراكز الشباب على اعلى مستوى. أيوة. مفيش حاجه اسمها ملعب سيء، كل النادي الاهلي دلوقتي بيعمل في كل الانديه اللي هي يتعمل فيها ارتفيشال تيرف او النجيل الصناعي، الملاعب 11 ضد 11 موجوده. زمان كان مثلا بنعمل اكاديميات 5 ضد 5. ده حقيقي. دلوقتي خلاص 11 ضد 11 وملعبين، والنادي الاهلي عادي ملعب جاهز يعني. النادي الاهلي دلوقتي بيعمل اكاديمياته في اماكن كلها اماكن تستطيع من خلالها تطلع لعيب كويس. السنه دي ان شاء الله، وانا يعني يا رب يوفقني ان اقدر اطلع حوالي 200 300 لعيب على مراحل سنيه مختلفه في قطاع الناشئين، وكمان الباقي لو قطاع مش عايزهم اقدر كمان انا اسوقهم بره. صحيح. لان اللعيب بعد عايز 2 3 سنين هيسيب الاكاديميه، فبدل ما يسيب الاكاديميه او دي انديه اخرى ابيع مثلا او اتصرف او اعير او اي حاجه، لان انا عندي دلوقتي ممكن اسجل لاعبين في الاكاديميات. طب عشان الناس تفهم، عايزين سن الاكاديميه يبقى بيبدا من 4 لحد 15 سنه، من 4 سنين ل 15 سنه. لكن اللي عايز يجيب ابنه من 15 ل 20، انا عندي برضه ملعب مخصوص ليهم، عايزين نطلع لعيب يمرنه في مكان كويس، في مكان نظيف، يمكن يروح يلعب في نادي اقدر او ممكن انا اخده انا في النادي الاهلي. صحيح. يعني بعدد محدود من 40 ل 50 مثلا في بس كل متوفر يعني متوفر. حتى بعد ناس بتيجي ناس عايزه حلو قوي. يعني جالي النهارده واحد 20 سنه عايز يتمرن في الاكاديميه، قلت له 20 سنه، قال لي لا يا كابتن هتمرن تعلمني وتعالى مثلا. ما رفضوش زمان، لانه بيني وبينك انا عندي برضو المدربين اللي عندهم القدره. فانا زي ما بقول لك باختصار شديد جدا ان انا عايز اخلي بجانب الاستثمار يعني استثمار مالي يكون في استثمار فني بشري. طيب دي حته مهمه جدا يا كابتن. تمام. شيء مهم جدا طبعا الاستثمار الفني كمان مهم غير الاستثمار المادي، ده شيء مهم هيفيد طبعا الفريق الاول وقطاع الناشئين كله. نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن الكبير كابتن شطر. اكاديميات الاهلي اللي كنا بنتكلم عليها يمكن قبل الفاصل دي من افضل الاكاديميات او من افضل المشروعات الحقيقه اللي افتتحت وبيتم افتتاحها في الوقت الحالي. صحيح في تحديات برضو بتواجه الاكاديميات دي، لكن زي ما كنا بنقول انه النادي الاهلي حريص كل الحرص انه يقوم بعمليه النهوض بالرياضه المصريه وبالكره المصريه او الكوره بشكل عام في مصر. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن 13 اكاديميه و5 ان شاء الله هيتم افتتاحهم، والحقيقه كمان مش عايزين نغفل دور الاكاديميات اللي هيتم افتتاحها برضو في افريقيا. احنا عندنا في انجولا، في السودان، في ايه تاني يا كابتن شطر؟ في غانا. في غانا ان شاء الله، ده هيتم في القريب العاجل صح؟ هيتم في في المدى القريب يعني ان شاء الله. وعايزين نقول يا جماعه انه القاره الافريقيه كمان يمكن يعني من القارات اللي تعتبر ايه منجم المواهب. يعني النهارده ما فيش حتى نادي اوروبي بيستغنى عن لاعب افريقي. صحيح؟ فدي برضو واحده من الاهتمامات اللي في ذهن واعتبار النادي الاهلي يا كابتن شطر. انا اول ما قعدت مع الكابتن محمود الخطيب من فتره كان عامل برنامج او في البرنامج الانتخابي كان حاطط فتح اكاديميات في افريقيا، فكلفني بالمهمه دي وانا لسه عضو لجنه وانا لسه في الاتحاد الافريقي. الكلام ده من سنه تقريبا، وانا عملت له دراسات وكده واستنيت لحد الامور بقى دخلت الكورونا وكده عطلت الامور. فلما انا جيت في الاكاديميات كان برضو قعد معايا اكتر من مره، وقعد مع لجنه التخطيط، انه عندنا هدف مهم جدا لاستكمال البرنامج الانتخابي، انه موضوع الاكاديميات يتحقق. اول حاجه عملتها اتصلت بالسودان، اتصلت بنادي الهلال، لانه انت عارف التوأمه ونادي الهلال اسم كبير يعني تقدر من خلاله تعمل اكاديميات مش واحده، تبقى تعمل 10 كمان. واتصلت بقى بغانا، واتصلت بقى هتصل بانجولا وجلبرتو والناس دي موجودين هناك وفلافيو، وعندنا فيليكس في غانا لو فاكر، فيليكس ابواجي، فيليكس اللاعب الغاني. فيعني ده هدف كبير جدا ان شاء الله. انا هقدم للجنه التخطيط بروبوزل او عرض كامل متكامل في كيفيه اللي هتبقى اكاديميات شكلها ايه. ما ده اللي يعني عايز اتكلم مع حضرتك فيها. كويس انك بنفتح اكاديميات، لكن برضه عشان نبسط الناس الصوره ايه دور الاكاديميات ديت. يا ترى في يوم من الايام هنجيب 3-4 لعيبه من افريقيا من اكاديميات النادي الاهلي للفريق الاول عشان يلعبوا، ويبقى احنا عملنا استثمار هايل في دفع المبالغ، وان احنا جايبين الولاد من اكاديميه النادي الاهلي مثلا في غانا. ولد صغير جاي اتربى في الاكاديميه، جاي على النادي الاهلي. المشروع ده حضرتك شايفه ازاي؟ والله الدراسه دي في 3 دراسات موجوده. دراسه انك انت ترعى من 8 ل 12 او من 14 ل 16، لكن وجدنا انه افضل حاجه تبدا من 14 ل 18. من 14 ل 18 ليه؟ عشان في خلال 3 سنوات تقدر تطلع لعيب كويس، لكن من 4 6 8 سنوات لسه بدري عليه قوي، مش هتشوفه بدري قوي، ممكن ممكن تخسره في الطريق يحصل يعني، وبالتالي تكلفه على الفاضي. لحد دلوقتي الدراسه اللي بتتعمل دي برضه محتاجه لخبراء معانا يكونوا موجودين فيها، عندهم خبره زي برشلونه مثلا وريال مدريد، الحته دي عندهم اكاديميات في افريقيا، اكاديميات هناك بياخدوا لعيبه على طول بيودوها. انا بقى الاستثمار هنا، هل تبدا انك انت تعمل اكاديميات زي الاكاديميات اللي هنا، ولا تخش بانديه هناك صغيره تحط فيها لعيبه 20 لعيب 25 لعيب وتبدا يلعبوا ده، ومع نادي تعمل بارتنرشيب مع نادي، والنادي ده بقى اي لعيبه فيه كويسه بيروح، وانت ممكن تاخد كمان من لعيبه ثانيه تحطهم في هذه الاكاديميه، ونقدر من خلالها برضو للنادي الاهلي ولخارج النادي الاهلي تبقى استثمار وفلوس داخله، حتى تبيع لانديه ثانيه بالظبط. ودي طبعا مشروع لسه هيتقدم ولازم توافق عليه من لجنه التخطيط ولجنه اسمه ايه ده مجلس الاداره. وعندي بقى يعني حاجات تانية، هل تبقى في ملاعب طبعا موجوده هناك محتاجه انك انت تصينها، ولا هو في ملاعب جاهزه؟ يعني هتبقى في تكلفه موجوده فيها في الاول، لكن لازم نعمل لها يعني حسبه اقتصاديه كويسه، عشان دلوقتي انت اللعيب بتجيبه ب 10 مليون و 20 مليون، انت محتاج يعني لو انت 3-4 لعيبه عايزك 100 مليون، وفي مجال انك تستفيد من اسمك القاري ومن امكانياتك لاكتشاف المواهب دي، مفيش شك. بس انا بتكلم دايما على نقطه مهمه جدا، ان احنا دايما يعني وده اعتقد ملف قدام مجلس الاداره، انك نوفر شويه من الملايين اللي بتتصرف ونجيب لعيبه من بره. لو حطيت البادجت ده في القطاع الناشئين والاكاديميات، انت مش بكره، احنا بنتكلم على ممكن خلال 3-4 سنين 5 سنين هيجي لك العائد يا كابتن شاطر. لا وبعدين في افكار ثانيه، انك انت ممكن تجيب لاعب جاهز هناك برضه تاخده مثلا بمبلغ قليل وتعمل له ديفلوبمنت هناك، تطوره، وبعدين تجيبه بقى خلاص بقى ايه، تحطه هنا معاك سنه بس او 6 شهور وتدفع بيه. بس دي محتاجه مننا كمان لتنسيق بين قطاع الناشئين والقطاعات اللي هي بتاعت الاكاديميات الخارجيه صحيح. دي طبعا، لان انا لو ما فيش اجيب لعيب وبعدين في الاخر ما يلعبوش وبعدين اصرف عليه وفي الاخر لعيب، لا. فلازم يكون عندها برضو استراتيجيه موجوده، مجلس الاداره يبلغ او لجنه التخطيط تبلغ، عشان ممكن يجي لعيب مثلا برضو المدرب ما يجي يقول لك والله انا مش عايزه، دي حاجه طبعا وارده. في لعيبه موجوده دلوقتي في الساحه ما بتلعبش، مدفوع فيها ملايين، معناه انه هل المدرب اللي اختار اللي جاي، ولا انت تختار له ولا يجي؟ يعني لا ملف صعب نتمنى لحضرتك كل التوفيق فيها ان شاء الله. بس في اخر حاجه بقى واحنا بنختم، فعلا والله العظيم حديثك ممتع جدا، لكن كنت متوقع ان البايرن يفوز النهارده ولا ايه؟ كنت فرحان ولا زعلان بعد النتيجه؟ انا عايز اعرف. انا بزعل على نيمار، بس نيمار لعيب كويس، يبقى زعلت لا بس نيمار لعيب كويس، بس مش عايز ينتج زي ميسي او زي رونالدو. لعيب كويس قوي، اغلى يعني لعيب في العالم يا كابتن هاني، 175 باين. انا مش السنه دي طلع ما شفنالوش حاجه يعني. انا زعلت النهارده يا كابتن شاطر، انا والله ما زعلتش قوي يعني، بس انا انت عارف الالمان، انا بالنسبه لي اهو الالمان اهو زي حضرتك شايف فرحه الالمان طبعا، الالمان يعني طبعا فرحتهم بعد طبعا اعتقد يعني انا في اعتقادي الشخصي، مش عشان انا متحيز لالمانيا، متحيز يا راجل انت ذكرني متحيز في المانيا ولعبت حضرتك عارف لكن على الاداء اللي عملوه خلال السيمي فاينال لا عملوا انجاز، 3 بطولات مش ممكن، واخدين 3 بطولات. المدرب ده هيختاروه احسن مدرب في العالم، المدرب اللي خد مع بايرن ميونخ ده. لا وكمان على مستوى الاداء الفني والرقي اللي لعبوا بيه حتى قدام برشلونه وبيلعبوا لا يعني لا لا لا, لا فريق انا بصراحه يعني بس اغلبه من منتخب المانيا كلهم تقريبا 70% يعني كل تقريبا الالمان كل الالمان تقريبا للناس الفرحه بقى بالصوت والصوره ما شاء الله. لا بس يعني يستحقوا هذه البطوله الالمان في كره القدم دلوقتي هم التوب فاتوا بقى اسبانيا وفاتوا انجلترا تقريبا السنه دي يعني عندهم بقى فرقه قويه جدا. لكن انا اساسا انا يعني ما بشجعش باريس سان جيرمان، انا بشجع بس الواد ده كابتن شطه. نورتنا. عايزين تخلصوا مني؟ لا والله العظيم نورتنا بجد، احنا كنا عايزين الحلقه تطول لكن لولا التوقيت اللي بيحرجنا يعني هو التوقيت. لا انا سعيد جدا حضرتك ان شاء الله هتكون موجود لان حضرتك يعني عندك خبرات كبيره وماسك ملف مهم جدا في ملف طبعا الاكاديميات وقطاع الناشئين. ان شاء الله يعني نتواصل مع حضرتك وتكون دايما موجود معانا ان شاء الله. دايما ان شاء الله بيتك كبير وانا ابن النادي الاهلي في اي وقت انا ببقى سعيد جدا اكون مع اي حد بينتمي للنادي الاهلي. البيت الكبير ده بيت بيجمعنا كلنا. انا بشكركم جدا وسعيد جدا بهذه الحلقه الحقيقه. شرفتنا يا كابتن شطه، شرفتنا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كانت نهايه حلقات النهارده من البيت الكبير. ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 10 ل1 في بيتكم وبيتنا في البيت الكبير.